حضرتنا اليوم بنعترف بيه الحال تكوين كروني سندروما من المحاضرات الهامة كثير واللي بنشوفها كل أطباء الداخلية وأطباء القلبية وأطباء العناية الأولية طبيب العام الكل يعني لازم يشوفها الكل لازم يكون عنده فكرة كبيرة عن الستيم والستيم سمعانين بالستيم والستيم استيليزيشن ام اي وين استيليزيشن ام اي تشابه ارتفاع القطعة اس تي وبدون ارتفاع القطعة اس تي وش الفرق بيناتهم؟ نحكي شوي عن قناصات الصدر قناص الصدر المستقر وغير المستقر رح نسوي مقارنة كويسة لغريب اذا جاك لاي توقيت زمني توقيت زمني يعني الثانية او الدقائق القلبية حتى مصاري تبين تجي على بأزمة قلبية بس بتجي في الساعات الأولى رح تكلف حالك فتكاليف مادية أقل بينما بتجي في مرحلة تأخر شوي رح تفقد المعايير الذهبية وتستفيد من العضلة القلبية لما بيجيني أي حشاء عضلة قلبية في أول ساعتين بموت لما بيجيني بعد 10 أو 12 ساعة بعد 14 ساعة بتفرق 3-4 ساعات بتفرق كلياته هذا بنحط تحت معايير الوقت الزمني الهام اللي بنتاخر فيه دقيقه عن دقيقه تموت العضله القلبيه معروف خلايا العضله القلبيه خلايا حساسه اذا ضغط عليها الاكسجين الاكسجين لفتره زمنيه معينه راح تموت فهذا لما بتجيك عندك افه قلبيه اكليليه وما لحقتها خلال 12 ساعه خلال 12 ساعه ما رح تستفيد شو ما قدمنا لك بعد 12 ساعة رح تكون الجدوى من العمل القلبي الجدوى من الشبكات الجدوى من الأدوية الجدوى من حالات الخطرة كلها رح تكون سيئة طبعا محاضرة كبيرة بإشراف أستاذنا الدكتور محمد رشيد قدموا طلاب السنة الرابعة السنة الماضية بسجل أسمائهم تصنيف الحديث للتنادر الاكليلي الحاد تنادر اكليلي حاد تصنيف الحديث على الشكل التالي تنادر اكليلي حاد بدون ارتفاع القطع اس تي وبدون احتشاء عضلة قلبية فهو يشير لقناص صدر غير مستقر عن ستيبل عن جانب تنادر اكليلي حاد بدون ارتفاع القطع اس تي مع وجود احتشاء رح اوضح شو معنى احتشاء للفيزيولوجيا بنسميه NST Elevation MR يعني ارتفاع القطعة بدون ارتفاع احتشاء بدون ارتفاع القطعة تنادر اكليلي حاد مع احتشاء العضلة القلبية ST مع ارتفاع القطعة ST واحتشاء العضلة القلبية بنسميه ST Elevation MR مقارنة نحن هو وقلنا قد صدر الحكام فهذا أحدث تصنيف للمتلازمة الاكليلية الحادة أو احتشاء العضلة القلبية بالمجمل العام يعني في عنا Unstable Angina و NST Elevation MI و ST Elevation MI رح ندخل شوي عليهم حالات الاستشفاء اللي بصير مقارنة بعد الإصابة الإكليلية الحادة أسوي إحصائية في أمريكا التنادر الاكليلي الحاد قناص الصدر غير المستقر واس تي اليفيشن ماي وان اس تي اليفيشن ماي وجدوا الاس تي اليفيشن وجدوا ان 1.57 مليون استشفاء في السنه مليون و570 الف استشفاء كل سنه في امريكا قديش بتكلف برايكم ماديا تكاليف باهظه جدا وجدوا ان الاس تي اليفيشن ماي تشكل 0.33% منها بينما عن ستيبل انجينا وان ستيبل ليفيشن ام اي تشكل 1.24 مليون هذا دليل انه احتشاء العصيد لما تسكر كامل الجدار الاحتشاء يعني عدده اقل من ان ستيبل ليفيشن ام اي هذا بدل يعني انه في كثير من المرضى بهالستاجات بدل انه اغلب المرضى اللي عندنا هنا واقعين بالصف الثاني Unstable وInstillation MI وهدول من مقاربة خاصة رح نتطرق عليهم شوي ايش بصير عندنا من الناحية الفيزيولوجية
لما بيصير عنا اي عصيده او تسكيره للشريان، العصيده العصيده عباره عن شحيمه لب شحيمه. إذا العصيدة عبارة عن فات، مجموعة من الكوليسترول والشحوم والدهون. محتوى العصيدة والغطاء اللي بيسترها هو الذي يلعب الدور الأساسي في إحداث التنادر الكبير الحاد، وهو مميز بين الحالتين. شوفوا عن التصنيف، عصيدة مستقرة، يعني لما أقول عصيدة مستقرة يعني الفترة مستقرة، شو وضعها؟ اللب الشحمي قليل، يعني هي تركيب الشحوم بشكل عام، وغطاء العصيدة السميك، بالتالي غير نفوذ المواد المخدرة أو المواد القابلة للتخدير ضمن العصيدة إلى الجدار، وبالتالي تكون أقل عرضة للتمزق، ما تتمزق هذه العصيدة. تضيق في لمعة الشريان دون تفعيل عوامل التخثر. هلا بنشوفهم على السلايدات. هذا اللي أعطيني خناق الصدر المستقر ستيبل أنجاينا. يعني ستيبل انجينا هو عبارة عن عصيدة في جدار الشريان، عبارة عن مجموعة من الكوليسترول أو الدهون في جدار الشريان لكن مستقرة، العصيدة هي مستقرة، لما تتمزق جدار سميك بتغطي جزء من الشريان لكن لا تؤدي إلى إحداث عوامل التخدر. هذه العصيدة أول سلايد، أول سلايد، شايفين البلاك لها لون اصفر، مجموعه من الشحوم مغطاه بجدار سميك ضمن الشريان. ضمن الشريان بالسلايد الاول لاحظين ضمن الشريان، هذا الشريان، انه جدار سميك لم تتمزق، بالتالي ما راح تكون نافوذه للشريان، ما راح تحدث لنا عوامل تخثر، ما راح تسكر الشريان. بينما في العصيده الثانيه رايحين الجدار رقيق، صار تمزق في الشريان، تمزق في الجدار، نفذت العوامل المخدرة أو نفذت الكتلة الشحمية لداخل الشريان، أعطتني مجموعة من العوامل التخثرية. أما في المرحلة الأخيرة صار عندنا كثير من عوامل التخثر. فلازم أعرف بيناتهم شو الفرق بين هي وهي. فإذا كانت العصيدة مستقرة ذات جدار سميك غير نافذة، ما بتسميه عوامل تخثرية، هذا اسمه خناق صدر مستقر. سيدي الأنجاين. العصيدة لما تكون غير مستقرة، يعني اللب الشحمي كبير وغطاء العصيدة رقيق، بالتالي قابلة للتمزق وتساوي لنا تفعيل عوامل التخثر وتفعيل الصفيحات، تعطينا متلازمة كبيرة حالة. عرفتوا الفرق بيناتنا شو؟ الفرق في المحتوى الشحمي واستقرار العصيدة. إذا كان المحتوى الشحمي كبير قابلة إن تعطينا احتشاء، سواء احتشاء بارتفاع أو بدون ارتفاع، أو خناق صدر غير مستقر. بينما إذا كان المحتوى الشحمي قليل وجدار العصيدة سميك، هي أعطينا خناق صدر مستقر. هنعدي شو معناه خناق صدر مستقر وغير مستقر. طيب أنت بتعطينا الـ RCS إن إذا كان غير مستقر والجدار رقيق وكمية اللب الشحمي كبيرة. إذا صار عندنا انحلال الخثرة الجزئية، يعني ما انحلت كل الخطرة، رح تعطينا انسداد جزئي في الشريان، ما سكرت كل الشريان، انسداد جزئي، فهذا خناق الصدر غير المستقر او ان اس تي اليفيشن ام اي. لكن لما يكون في عندنا انحلال تام للخطرة رح تعطينا انسداد كامل للشريان، هذا نعطيه اس تي اليفيشن ام اي. بنلاحظ السلايد الاول، البلاكت ذات محتوى شحمي مقبول لكن جدارها سميك، هالجدار هذا غير قابل للتخثر، فحاول انا في اللب البلاك الاولى لب شحمي قليل والعصيده مستقره، مستقره وين؟ ضمن جدار الشريان، ما مزقت الطبقه العضليه، الطبقه الداخليه، بالتالي بقى الشريان مفتوح، هذا خناق الصدر مستقر. بنلاحظ في السلايد الثاني العصيده غير مستقره، مزق جدارها، عم تعطيني عوامل تخثر. إذا هالعوامل التخثر، إيش هي عوامل التخثر؟ عبارة عن مجموعة من الصفيحات بالإضافة لتشكيل عوامل التخثر في البروسس يعني.
اذا هالعوامل هي سكرت الشريان بشكل جزئي، سكرت الشريان بشكل جزئي يعني ما سكرته كلياته، هذا بنسميه خناصر غير مستقر او اس ان اس دي ليفيشن مال، يعني خناصر غير مستقر واحتشاء ارتفاع قطع ستي بدون احتشاء، لانه ما سكرت كل الشريان، لكن سكرت كل الشريان خلص احتشاء. احتشاء ثاني اسمه اس دي ليفيشن ام ار. عم تلاحظ بالصوره هاي هذا المحتوى الشحمي، عم بلاحظ المحتوى الشحمي الثاني كيف انه ساده لكامل الشريان. فالاولى عندنا ممكن نعتبرها خناق صدر غير مستقر او اس دي ليفيشن ام ار، اما الثانيه سكرت اللمعه كلها ممكن نعتبرها اس دي ليفيشن ام ار، دفعت القطعه اس دي. فالفرق بيناتهم لما بيصير عندي انسداد كامل الشريان القطعه اس دي رح ترتفع، لكن لما يكون عندي انسداد جزئي للشريان او خلينا صدر غير مستقر ملاحظين عنه ايش وضع القطعه اس دي؟ زحوم. اذا الاليفيشن بيعبر عن ان اس دي اليفيشن او يعبر عن خلينا صدر غير مستقر، بينما الدبريشن ارتفاع بيعبر عن اس دي اليفيشن ام ار. مفهوم الاختصارات؟ نحن الانجليزي مو عادي واضح يعني، حتى الدبريشن مع الانقلاب القطعه تي بدل على ناخذه غير مستقر ان ستيبل انجينا او ان اس تي ليفيشن ام ار. يعني انا دائما لازم اعرف باحتشاء العضله القلبيه لازم يترافق عندي عاملين، ارتفاع القطعه اس تي مع تغيرات القطعه تي. هاي القطعه تي بي كيو ار اس تي، دائما في عندي تغيرات الاس تي مع الدي، تغيرات الاس تي مع الدي ارتفعت القطع الاس تي، زحول الاس تي من خلال تي. دائما في المتلازمه اللي هي حادث يا تطلع يا تطلع قطع اس تي، يا بصير عندي زحول في القطع اس تي يا من خلال القطع تي. هذا كله بدل على علامات اكليليه حاده. كيف بدي اميز بين الاس تي اليفيشن ام ار؟ كيف بدي اميز ما بين الان اس تي اليفيشن ام ار في النقص غير المستقر؟ في عندي مجموعه من الخطوات 1 2 3 4 نفهمهم بالتدريب. لحد الان الفكره واضحه، امور بسيطه. عم بلاحظ هون كمان في عندي سلايد عم بشوف المحتوى الشحمي العصيدي لكل قطر من الشرايين. عم بلاحظ قطر الشريان الطبيعي ما في عندي اي عصيده، الجدر طبيعية، لكن لما بشكل عصيده صغيره في الطرف الاول عصيده صغيره، وهالعصيده هي ذات محتوى شحمي قليل، ذات محتوى شحمي قليل وجدار سميك لم تغطي لم تتمزق لم تغطي كامل اللمعه للشريان، او محتوى شحمي صار اكثر شوي لكن لسه الشريان بعد مفتوح، فهذا بنسميه ال ان اس تي اليفيشن ام اي او خناق الصدر غير المستقر. بس صار عندي تمزقات صارت غطي اغلب الشريان، شكلت عوامل تخنتو، صارت عندي المشاكل الاكليليه قبل ما نخوض. طيب قبل ما بدخل باحتشاء العضله القلبيه او المتلازمه الاكليليه الحاده بالمحور العريض، خلينا نعرف شوي عن الالم الصدري. كيف بيجي مريضنا؟ بيجي مريضنا بالالم الصدري. الالم الصدري الخناقي له ميزات كثيره، ولازم انت تفهم الميزه. لما بقول لك مثلا مريض عنده مساله سريريه، مريض لديه الم صدري متوضع خلف القص بدا بشكل مفاجئ استمر 15 دقيقه، بدك تتوجه لحاله مرضيه معينه. مريض عنده الم صدري متوضع خلف القص منتشر للذراع مثلا استمر اكثر من 25 دقيقه، تتوجه كمان لحاله معينه. اذا لازم تعرف صفات الالم الصدري. الالم الصدري هو الم بيشير لمشكله في الشرايين، يعني في عندك علامات سكيميا نقص ترويه. هلا صفات الم ضابط حار طاعن عدم ارتياح خلف الصدر. بيجيك واحد بيقول لك يا حكيم انا صدري عم يوجعني، ايش حاسس يا ابو؟ بيقول لك والله كانه في عندي شيء
ضاغط على صدرك، كأنه شيء جاثم على قلبك، شيء بيرك على صدرك، توجه لمشكلة إقليمية، في عنده مشكلة بالشرايين. بيجيك واحد بيقول لك عندي ألم حارق، حارق شيء عم بيحرق صدري، أو بيقول لك واحد عندي ألم مثل طعنة السكين، هذا كلياته صفات الألم الإقليمي، صفات نقص التربية. لكن بيجيك واحد بيقول لك يا حكيم عندي ألم نافس، بيجيني بهون، بينتشر لهون، بيجيني بعد شوي لهون، بيروح للكتف، هذا الألم العصبي ناخذ. كل الآلام الناخذة لا تؤخذ بعين الاعتبار، هي آلام عصبية، فلازم نعرف وهي نحن بالعادة بنشوف الألم الضاغط أكثر من الألم الناخذ أكثر. ناخذ السؤال اللي ثلاثة ناخذ، مو هيك؟ الألم الناخذ بنشوفه. هذا صفاته، إذا الألم ضاغط حارق طاعن جاثم فوق الصدر، حس عدم ارتياح، ضايج مريضك ضايج، يعني متضايق، يعني بس بده هيك هدومه ليسحب شوية هواء، متضايق. وين بيتوضع؟ عادة خلف القص، عادة خلف القص، لكن يمكن أن ينتشر لمسافة كبيرة، هذا القص ممكن ينتشر لمسافة كبيرة من الشرسوف إلى أسفل الذقن، حتى لبين الكتفين من الخلف. هذا الانتشار كل ما كانت مساحة الانتشار أكثر، كل ما كان في عندي إصابة إقليمية أكثر. طب هالانتشار هذا لما بقول في عندي انتشار مثلا متوضع في الطرف الأيمن، مو بفكر تفكر تفكري إنه العضلة القلبية تعطيني ألم بالطرف الأيسر، لا، كمان له انتشار الشرسوف، انتشار لروحي الكتف، انتشار أسفل. يعني بيجينا مريض بيقول لك عندي ألم أسفل، يكون عنده شريان مسكر. هل انتشار هذا بشير لإيش؟ ليش انتشار هون 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 هون؟ حسب توزع الشرايين التاجية الكبيرة اللي بتغذي العضلة القلبية، وين ما كان إصابة الشريان بيكون الألم موجود. ممكن عندي إصابة الشريان السفلي، الأيمن، كليل الأيمن، أمامي النازل، المنعكس، ممكن الجذع الأيسر كلياته، ممكن الخلف البيدي، حسب ما بيسكر الشريان بيعطيني ألم. حسب مكانه، كل ما كان مكان الانتشار كبير كل ما كانت الإصابة أكبر. زمن البدء والزوال، لاحظ أنه يبدأ بشكل تدريجي شوي شوي، يبلش الألم خلال دقائق وبيزول لحاله، خلال دقائق بيجيك ألم وبيزول لحاله، يعني ما بيستمر إلا عدة دقائق. والمحرضات يتحرض على الستريس والضغط الشدة النفسية والاستجابة للنيتروغليسرين، نيتروغليسرين حبة موسع إكليلي موسع شرياني وريدي، الاستجابة له استجابة جيدة. هذا الصفات مين؟ خناق الصدر المستقر. إذا خناق الصدر المستقر ألم ضاغط حارق حس عدم ارتياح خلف القص، يتوضع منتصف الصدر خلف القص مساحة واسعة، ينتشر انتشار كمان حسب مكان الشريان في تضيق. زمن البدء بشكل تدريجي، ما بيجيك ألم فجأة، لا، تلاقي في ألم شوي شوي زاد خف لحاله، ممكن أنت مركت راح الألم، ممكن بسوي ستريس، سوي رياضة جهد صار عندك ألم، شريانك صار يسكر عليه ويسكر شوي شوي. يعني الألم الفجائي، الفجائي ما بيجيك فجأة، إنه والله أنا ما عين الله علي فجأة صار عندي ألم، لا، خناق الصدر المستقر يكون ألمه تدريجي، يتحرض بالجهد، سوي رياضة شدة نفسية. والشغلة المميزة الرئيسية إنه بيستجيب على الموسعات الإقليمية، النيتروغليسرين بيستجيب عليه. هذا صفات ستيبل أنجينا، خناق الصدر المستقر. طيب المستقر، طيب خناق الصدر غير المستقر بالعكس، الألم يأتي بشكل غير مفاجئ، مفاجئ، آسف هون غير مفاجئ، الألم يأتي بشكل مفاجئ، الألم بيستمر لفترة زمنية أطول، انتشاره كمان واسع. الألم ممكن يجيك على الراحة، أنت بيرك بيجيك الألم، بينما هون شلون إجانا الألم؟ على الجهد. الألم يستجيب على النيتروغليسرين؟ لا، يستجيب لكن بشكل جزئي، هون يستجيب بشكل كاف، لكن خناق الصدر غير المستقر يستجيب بشكل جزئي. هاي ميزنا بين خناق الصدر المستقر وغير المستقر.
تفضل. هلا هون مذكور بالمتر بسيرين انه بيقلل من ضغط مادي الاصابه. نعم. كيف طيب. في عنا الموسعات، يعني موسعات وريدية، موسعات شريانية. حسب نوع الدواء، ميزة النترو انه هو موسع شرياني ووريدي. بيوسع الأوعية. أين أوعية؟ بيوسع الأوعية الأفتر لود، مو البري لود، الأفتر لود، يعني الأفتر لود ما بعد الألفا. كل شيء بعد الألفا، حمل البعد يعني. عين الله عليك بالعربي. كل شيء ما بعد الابهى هذا بس انت وسعت الاوعيه بدل ما تقلل الضغط هذا الانفصال. مو الانقباض، الانفصال. في عندي كرايتيريا لازم اعرفها شوي بس استنى رح اجله. رح اجله لاحقا معلش. الالم الصدري اذا 80% من الحالات يكون وصفي ألم عاصر شديد جدا، عدم ارتياح خلف القص، ينتشر مسافة يدوم هذا الألم الكليني، الألم غير الألم الآسي إس يعني. ستيبل أنجينا حكينا، الآسي إس خنفضر غير مستقر، ستيمو إن ستيم. إذا يحدث بشكل سريع مفاجئ كلمة زيادة خلف القص نفس الانتشار، معند على النترو استجابة أقل. بينما الستيبل انجينا يستجيب كويس للنترو يدوم اكثر من 20 دقيقة، ستيبل انجينا اقل من 20 دقيقة. يترافق قتل مع تعب عام، تعرق، شحوب، دحك، دعك، اغماء، احيانا زلة تنفسية، تسرع، اضطرابات هضمية الى اخره. يعتبر كل ما يلي ثلاثة ارتياح حالة رح احكي له دول بالتفصيل. ففي انا عندي ستيبل انجينا وان ستيبل انجينا، ستيم وان ستيم. الالم ميزتهم بين الاثنين انه في خناق الصدر المستقر، الالم بيجي بشكل تدريجي، هون بيجي بشكل مفاجئ. الالم بالعاده بيستجيب على النترو، بينما في الاسي اس ما بيستجيب على النترو. الالم اقل من 20 دقيقه، بينما هو اكثر من 20 دقيقه. الالم بيجي على الجهود الشديده والستريس، بينما هو انت جالس بيجيك الالم. معناته هون الشريان مستقر، هون الشريان حرج. يعني الشريان العصيده ممكن تسكر شريان شوي، ممكن اكثر، ممكن تسوي خطره، ممكن تليف، فيبروزس، عوامل التليفيه، بلشت الصفيحات، الصفيحات تفعل. فانا لازم اعرف الالم ما بين الخناق المستقر وغير المستقر. طيب. هلا بقى بدخل بمحاضره، بتعمق شوي في المحاضره. لحد الان الامور بسيطه. الاسباب المهدده للحياه الألم الصدري. أنت عندك ألم صدري، أنت عندك ألم صدري، أنت عندك ألم صدري. برأيكم إيش هي الأسباب المهددة للحياة أو المهددة للحياة اللي تعطيني ألم صدري؟ واحد عندي احتشاء آسي إس، يعني الآسي إس بيعطيني ألم صدري، هذا الألم مهدد للحياة، مريض ممكن يموت من وراء إذا ما لحقته. اثنين واحد انسحاب المريء منطقة الصدر كمان عندي هذا ألم مهدد للحياة. ثلاثة تسلخ أظهر، تسلخ أظهر أكيد صدمة رئوية رح تعطيني ألم صدري. ريح صدرية كبيرة كمان. التهاب تامور عاصم، التهاب التامور مترافق مع سقام تامور. في التهاب التامور الحاد رح تاخذوه عند دكتور نادر. في عندي التهاب التامر، التامر هو الغشاء اللي بحيط العضلة القلبية، شغاف تامر. في التهاب التامر الحاد واحد قرب صار عنده حرارة، صار عنده ألم بالصدر. ألم بالصدر، هذا الألم بيزداد بالاستلقاء، بخف بالانهيار. هذا الألم مهدد للحياة؟ لا. التهاب التامر الحاد غير مهدد للحياة، مثل الغريب. لكن إذا صار عندي استيطان تاموري ضربة الأجواف، صار عندي توسع، بلاش ندخل من دحاس تاموري، هون صار عندي شيء مهدد للحياة، لازم نسوي تفجير للتامور. ولهذا ما بنساه، إذا الآسي إس صمت، سلخ أبهر، ريح صدرية ضاغطة، تمزق مري، التهاب تاموري مختلط مع صدام تاموري. الألم الصدري أحياناً بيكون
مغاير، ما بيجيك الالم الوصفي اللي انت حفظته من شوي، الالم الاكليلي عن الخناقي مستقر وغير مستقر، ما بيجي. مريضك احيانا ما بحسن يعبر، بيقول لك انا والله عندي هيك الم. احيانا ب 10 ل 20% من الحالات بيكون الالم غير وصفي. شلون غير وصفي يا حكيم؟ قد يكون موضع في الظهر. بيجيك واحد بس بيكون عنده وجع من الظهر. او في البطن او في المرافق الايمن. ما هو ضروري يعطيك الالم الوصفي. شافوا الشباب اللي بيجوا بيتدربوا بالمستشفى، انا بجيب مريض بيشكي الم صدري احيانا ما بقول لك عندي الم صدري، بقول لك عندي الم بلو خلفي، احيانا بيجيب الم بطني. يكون هو عنده كشاء كبير. وقد يكون الالم غائبا تماما، خطين حمر، غائبا تماما. ياما بيجي مريض عنده جلطه واحتشاء عضله قلبيه، خلينا نحكي بشكل عام بلا جلطه، عنده احتشاء عضله قلبيه وانسداد كامل الشريان لكن بدون الم. كيف هيك؟ في عنا المخاطر كبار في العمر. المسنين شرايين كبيره مترهله قلما او نادرا بيعطيك الم وصفي، ممكن يجيك متضايق شوي بالصدر بس ما في عنده الم. وسكري سكريين حتى الالم شلون عندهم؟ عالي عالي، لانه في عندي شيء اسمه انحلال اعصاب. وقد يتضار الاحتشاء باختلاطات مباشره، يعني مو ضروري بيجيك على الاسعاف مريض عنده الم صدري له كراتيريا محدده، الم ضايق تعرض لغز، ممكن يجيك مريض صار عنده اغماء رابع الوعي، ممكن يكون عنده كوما، ممكن عنده اضطرابات نظام راح. يعني ياما يكون واحد شايلينه جايبينه على المستشفى واحتشاء، ما ضروري والله جاي لعندك حكيم صدر ابو جهل، لا كل غياب عن الوعي لازم يسوي له تخطيط، مو سيلو بس طبقي لشوف انه عنده مشكله دماغيه، لازم تخطط. ممكن يكون عنده انخفاض ضغط مفاجئ، طبقه ممكن يجينا بوزمة رئة حادة، صار عنده احتشاء سكر جزء كبير من الشريان جماعة السوائل في الطرف الايمن، صار عنده وزمة رئة. كثير من المرضى بيجونا عم يسحبوا نفس بالزور، حط السماعة خراب خراب طلع، عنده سابق قصور قلب يابا ما عنده شيء. أول مرة بيصير عندي هذه الحالة، سوي لي تخطيط احتشاء، احتشاء متأخر. من يوم يومين يجوز كمان. أو ممكن يجينا بستروك دماغي، ياما بيجينا مريض عنده خفر شقي أيمن أيسر، سبب يكون عنده مشكلة إكليلية، ما له خبر فيها، لأنه أغلب الاستروكات الدماغية منشأ خطرات من وين؟ قلبية، مو قلبية، يعني القلب هو يعني هو الأورجن الأول اللي بيعطيني الاستروكات الدماغية. فما هو ضروري يكون عنده مشكلة هو، ممكن يجينا بستروك دماغي، ممكن يجينا بكوما، ممكن بيجينا أيضا انخفاض ضغط، وزن رئة. مو ضروري بس احفظ انه الكراتيريا النظاميه والله انا متضايق وصير عم وجعني والحكي الفاضي ما بقول. طيب هالصف هذا ايش بيجيه الالم العادي؟ بيجيه الالم هذا متلازمه داكوستا. متلازمه داكوستا هي ايضا متلازمه الاجهاد او العصاب القلبي. هاي المتلازمه بنشوفها كثير بس لازم ما كل وحده بتجي لك عندي الم نافذ بقول لك اسفل الثدي منتصف الصدر تهم لك يلا روح على البيت، لا لا تسوي تخطيط تمام، بس بالعاده بنشوف كثير. ما في علامات سريريه قلبيه نوعيه والفحص ضمن الطبيعي، الاعراض مرتبطه بالحاله النفسيه وتحريض الوزن. اسم المتلازمه داكوستا، داكوستا شائعه كثير 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 وهي بتضيع كثير عن الالم القلبي من منشا حمى. ناخذ بنفحص المريض، اول شيء اعمار باكره. الم بقول لك الم ناخذ، والله عندي يا حكيم الم هون اسفل الثدي، الم هيك، شو صفه الم؟ والله شيء ناخذ. الالم هذا بيجي قد صار له الالم؟ صار له والله يومين. اي شو الالم القلبي هذا اليومين؟ كلهم بيجوا اليوم. طيب انا خلص هلا من صفات الالم وحكيت عن تشخيص التفريقي للالم الصدري، حكينا عن خناق الصدر المستقر وغير المستقر، حكينا عن داكوستا. خلينا ندخل بالمرضى، خلينا نكون على تماس مع المريض، هاتوا نشوف اللي كانوا عم يحضروا. فحص السرير لازم اسوي فحص، جاك مريض عنده الم صدري لازم تسوي فحص، ايش رح تطلب له؟ مجموعه من المعايير، واحد ك
كل مريض يقترح التنادر وجود تنادر بديلي حال يجب ان يقيد بشكل دقيق، يتم قياس الضغط والحراره والاكسجين وازراء الصدر والقلب والبحث عن علامات فرط الحمل القبلي، فرط الحمل قبلي بعد، قلبي بعد. بنقيم الحاله الهيمودينامكيه ايضا ووجود حاله غير مستقره. اذا كان عندي الم صدري معند عن النترو والمسكنات مورفين مثلا، هبوط ضغط شرياني، صدمه قلبيه، اضطرابات في النظم، قصور قلب حاد، يجب ننفي الاسباب الخمسه المهدده للحياه. تسلخ اظهر، صمري قويه، التهاب تامور، تمزق مرنه صدريه. لما تجيك الم اكليلي حاد فكر في الاسباب المهدده للحياه، فكر فيهم دائما. يعني تسلخ اظهر لازم افكر فيه، الم صاعق ما بيلحق، ما بتلحق مريضه. وهل دوراني شديد، خفض ضغط مات المريض، قلل عن التحرك. فكر بالصمة، لازم ما تنسى الصمة الرئوية، خط صدرية، خط الصمة الرئوية، تاخذ معايير الصمة الرئوية، كراتيريا الصمة الرئوية، كراتيريا كبيرة للصمة الرئوية، بدي أشوف الصمة، إيش رح أحجيك بألم صدري، لكن بدك تشوف إنه في عندك عوامل خطورة ولا لا، هالعوامل هاي، مريضك صمته صغيرة كبيرة، إجا في عوامل خطورة عالية ولا لا، ربط طبقي او مالتي سلايز بالاحرى ولا تطلب تحاليل دمويه بتميزها، يعني تاخذوها. او اذا كان عنده التهاب تامور اساله دائما اذا كان في عندك حراره من يومين ثلاثه، وضعيه الالم اللي عندك، او تمزق مري اذا كان في عنده مشاكل هضميه اساله، او ريح صدريه ضابطه اذا كان في عنده مشكله. هذا المريض واعي او المريض اجل حاله، على مريض غير واعي خلص ما راح تاخذ كل الادويه. خلينا نشوف شو راح نميز بيناتهم. بالتهاب التامور الحاد الم يزداد بالشهيق، بتكون الحراره مباشره مرتفعه بالعاده، في عندك اصغار رح تاخذوها بالصدري عند دكتور نادر، احتكاكات تاموريه اصغار حركتي التامور، في تبدلات تخطيطيه كثيره رح تاخذوها. تمزق او تسلخ الابهر، الم بالعاده ظهري مكان الابهر صاعد، غياب او عدم تناظر في النبض، اكيد النبض كعبري يكون عندك تنزل النبض بالطرفين العليين غير السفليين، النبض المحيط هنشوف نفخة قصور صمام مأماري، علامات نقص طبيعي دماغي، بيلة دموية رح تكون عندك إصابة على مستوى الكلية، لكن تبدلات تخطيطية وصفية ما في عندك، لكن ألم شديد. صمة رئوية في عندك ظروف مهيئة للصمة الرئوية، مثلا في ظروف مهيئة مثلا حادث، يعني حادث سيطرة عند الصمة، عمل جراحي كبير لازم نفحص اس 1 كيو ار بي اس، صار لازم نشوف اس 1 بالاس 1 كيو 3 لازم نشوف رايت باندل برانش بلاك، غازات الدم الشرياني، يعني انزيمات قلبيه، هذول كلهم بيهمكم. امراض هضميه لازم نحطها في البال، كلهم بيهمكم. طيب انا مريضي عنده الم صدري وعرفنا صفات الالم وتوجهنا نحو الـ ACS، ايش رح نساوي؟ أول شيء لازم نساوي 12 مليت بالـ ECG، تخطيط خلال 10 دقائق، أقل 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 من 10 دقائق، أقل أقل من 10 دقائق لازم أنا مخطط بالقدر السريع الفريق الذي يلامس المريض فورس بنسن أتاك، لازم خلال عشر دقائق نخطط وساحب دم ونشخص. نشخص ونخطط بعشر دقائق بشكل عام بتخطيط دقيقة واحدة، بنخطط ونشخص ونسحب تحاليل. لازم أحط مريضي مباشرة على المونيتور، لما بشك عندي بالتخطيط عندي ستي إليفيشن مارك، لازم أسحب تحاليل دموية مباشرة. وإيش هي التحاليل اللي بطلبها؟ هلا بنحكي عليها. لازم أساوي مسار إضافية، والمسار الإضافية ضرورية، لازم ما أنسى البي 7 البي 8 البي 9، وأساوي رايت في 3 ورايت في 4 مساري يمنى. نحط نفقة نفهم ارتفاع اس دي، ارتفاع اس دي أكثر من مربعين صغار على المساري الصدرية الصدرية كافية لتشخيص الاحتشاء.
شقة نوع المساري صدرية. ارتفاع ستي أكثر من مربع علينا مساري السفلية على اليمنى مساري السفلية 2 3 اه في اف كافي لتشخيص الاحتشاء. عم بسأل الطلاب اللي عم يداوموا معلش سامحوني. ارتفاع ستي أكثر من نص لا ارتفاع ستي نص مربع صغير على المساري خلفية كافي لتشخيص الاحتشاء. فلازم مادرسة 7 2 9 ارتفاع نص مربع صغير والمساري الصدريه من في 1 لفي 6 مربعين صغار. مساري اليمنى او مساري السفليه 2 3 او في اف مربع واحد كافي لتشخيص الاحتشاء. ولازم اخذ اخر شيء افكر بالتشخيص التفريقية لهالحاله ولازم اكون انا جاهز انه اسوي تداخل لهالمريض هذا لانه ممكن يحتاج كارديو انجيوغرافي قسطره قلبيه. اذا انت بهالسلايد هذا عامل لك هذا لقطه جديد من جديد صار له سنتين انا لازم في اقل من 10 دقائق مشخص لا اسف اقل من 10 دقائق مسوي تخطيط فاتح وريد ساحب دم سوي مساري اضافيه ومجهز وحده العنايه المركزه على مونيتور وما مونيتور وحاطط مريضي باي لحظه ابعته للقسطره. ما بنساها نسال عليه المده الزمنيه اللي هي من المساري الاضافي بتهمني. وضحنا بالسلايد هذا انه قديش النسب بين انستيبل انجينا ستيبل انجينا وانستيم وستيم. انستيم تشكل 10% من الحالات في الولايات المتحده لما شفنا 1.75 مليون و570 الف حاله. ستيم لحالها كمان 10% حالات. انستيبل انجينا في النوع الصدر غير مستقر 14. هذول كلهم ثلاثه شو اسمه؟ اسيس. بينما الخناق الصدر المستقر لحاله كان بشكل مع الالم الداخل الصدر. يعني واحد عم يجيك بالم صدري فممكن يكون احتشاء في 10% حالات، احتشاء بدون ارتفاع الاستي كمان ب 10% حالات، وخناق صدر غير مستقر ب 10% حالات، بقيته دليل انه الاي سي اس كلياته بشكله 34% من الحالات. حكينا كمان هون اذا ارتفاع مسار الاضافي 7 2 9 لا تنسى راي في 3 في 4 مسار يمنى يكفي ارتفاع ستيبس مربع صغير خاصه للاعمار الشابه والتخطيط وش نوع الفولتاجات اللي يجب ان يجرى التخطيط. هذا ترجمه السلايد الانجليزي خلال اول 10 دقائق وبعد 20 دقيقه وبعد بدايه تطبيق حال الخساره ثم يجرى كل 24 ساعة أو في حال وجود تغير سريع. خلينا نشوف آخر كده آخر حكي. أنت سويت اي سي جي خلال أول 10 دقائق وشخصته. لما بتحطه في العناية مثلا ما بعته على القسطرة، بكير بس على القسطرة أو في عندك مشكلة بالقسطرة أو مشكلة بقدوم المريض إليك. بعد 20 دقيقة بتسوي له كمان تخطيط جديد، شوف صار عنده تغيرات ولا لا. أنت قدرة تعطيه حال خطرة. كمان ما بعد ما تطبق حال الخطرة بنسوي بعد ساعة تخطيط كمان بنسوي تخطيط ثاني نهار وبنسوي تخطيط كل ما بصير عنده مشكلة جديدة. طبقت حال الخطرة مريضك ارتاح فتحت له الشريان بشكل كامل أو جزئي بعد شوي صار يتعرق وزاد الألم سوي له تخطيط. بعد ساعتين ثلاثة كمان صار عنده مشكلة كمان سوي تخطيط. ممكن نسوي تخطيط للمريض الواحد 20 مرة كل ساعة. دكتور ليش عشان تتطور تغيرات هلا بحكي لسه. طيب شو هن انواع الشرايين التي تغذي العضله القلبيه؟ شريان شو اسمه؟ ديني. ايش عن الايمن وايسر؟ خلينا نشوف كل شريان اذا انضرب هون المشكله عندكم بعض هدخل شوي هيك فروع لازم نعرفها. انا عندي تا
تشريحيا لازم نفهم شيء بالتشريح. الليفت كوروني ارتريا والرايت كوروني ارتري. الشريان الاكليني الايسر ينشا من وين؟ من الجذع الاكليني الايسر من الابهر. اثنيناتهم من الابهر. يعطيني الليفت الشريان الاكليني الايسر بيتفرع امامي نازل شريان منعكس. اول واحد امامي نازل شريان منعكس. بينما الرايت بيعطيني شريان واحد ممكن يتفرع لفرعين. اخر شيء بيجي الامامي النازل بيجتمع مع الشريان الاكليني الايمن بيغطوا الناحيه الخلفيه من الظهر بالشريان اسمه البي دي ار الشريان الانتهائي يعني. هذول هن هذا البي دي ار من الناحيه الخلفيه. هذا بروتوكول الشرايين العادي لكن ما ضروري يكون بالعاده تشريح الشرايين لكل انسان نفسه الثاني لا. احيانا تلاقي الشريان المنعكس هو كبير واساسي مسيطر. احيانا تلاقي الامامي النازل هو شريان كبير. هذا شريان ايمن صغير. احيانا تلاقي شريان بي دي ار هو اساسي. احيانا بتلاقي ما في منعكس سي او مجموعه من الشرايين. اكل ما بيهم ممكن كثير بس عشان انا حطيت السلايد لاعرف مين. مثلا هون الجذع الرئيسي الايمن اعطاني اللاد الامامي النازل الايسر اعطاني اللاد. اللاد اعطاني السي اكس المنعكس. اللاد له اكثر من فرع دي 1 دي 2 دي 3. الرايت له فرعين بالعاده. فهذا بيهمني لما ندخل بالقسطره بنوسع الشريان المصاب. لا لازم اعرف في عندي سي اكس ولا منعكس امامي النازل وعندي هيك الرايت لحاله. طيب خلينا نبلش بقى ناخذ شوي تشريح. الشريان الاكليلي الايمن رايت ينشا من الجيب الاكليلي الايمن اسفل منشا الجذع الاكليلي الايسر في الاسفل. المسار يسير ضمن اخدود الاذين البطين الايمن معطي عند المنشا شريان اسمه السي ار شريان قوسي الذي يغطي مخرج البطين الايمن والذي قد ينشا بنسبه 50% من الابهر مباشره. ما ضروري يكون جاي من الجيب الاكليلي ممكن بيجي من الابهر. يعني الشريان القوسي ممكن يجي من الابهر مباشره. يعطينا شريان ثاني اسمه شريان العقده الجيبيه الاذينيه بنسبه 60% من باقي الحالات تاتي من الشريان المنعكس. يعني في عندنا العقده الجيبيه الاذينيه تنشا من المنعكس الايسر وتنشا من الاكليل الايمن. طيب ايش شو لازم افهم الحكي هذا ايش معناته؟ انا اذا كان عندك تشيع عضله قلبيه على مستوى الشريان الاكليل الايمن وكان الاصابه في بدايه الشريان ايش راح يجينا النوع النظم؟ راح يجي اضطراب العقده الاذينيه الطيبه مضروبه العقده الجيبيه الاذينيه. يعني يكون عندنا نظم جيبي حيكون يعني مو راح يكون مضروبة راح يكون في عندي مشكله في النقل وعلى راسها برادكا ديبوت القلب جيبي. ياما نشوف عندي إصابة في الأيمن مترافقة مع بطء قلب جيبي لأنه النقل صار بطيء جدا من العقدة الجيبية الأذنية بسبب أن الشريان المغطي للعقدة صار فيه مشكلة. والشريان اللي يغطي العقدة الجيبية الأذنية ما ضل يجينا الأيمن ممكن يجينا الشريان المنعكس الأيسر. لو بينزل لتحت بيعطينا فروع هامشية. في عندي 5 بالشريان الخلفي نازل البي دي ار هذا بيغطي الجزء الخلفي من العضله القلبيه ممكن يكون شريان مسيطر. انت ما بيهمك بيهمك له ثلاث انواع من الشرايين. سي ار شريان منعكس هذا ممكن يجيني شريان قوسي. اسف شريان القوسي ممكن يجي من الابهر مباشره. شريان عقده جيبيه بالوش والشرايين الهامشيه اخيره للبي دي ار. طيب إذا كان عندي اكتشاف الشريان الإكليلي الأيمن، إيش بدي أشوف تخطيطيا؟ تخطيطيا لازم ترتفع القطع الـ ST في المسار السفلي 2 3 أو بي إف. 2 3 أو بي إف. ما بننساه، هلا رح أوضح كل وحدة في لوب. ويكون في لدة 3 أكثر من لدة 2. وتحدث علامة المرآة في المسار الجانبية الاخرى. علامه المراه بنشوفها على المسار المعاكس للشريان المصاب. مثلا اذا كان عندي ارتفاع اس تي في ليد 2 3 اي في ال راح يكون عندي زحول اس تي في المسار اليسرى ليد 1 اي في ال.
بالعادة بالأفريل أكثر أحيانا بصير زحول اس تي في في واحد في اثنين يعني في الشريان الآخر مين الشريان الآخر الأيسر إذا ارتفعت اس تي في الأيسر بلاحظ عندي علامة الوراء زحول اس تي في الأيمن وإذا ارتفعت في الأيمن زحول الاس تي في الأيسر إذا تختدي ليش نشوف وين ارتفاع الاس تي 2 3 أفريل فوق ما بيصير بالعادة يكون 3 أكثر من 2 مليون طيب راح الاحظ الكلام مركز احتشاء الايمن احتشاء البطين الايمن يكون بشكل مرافق للاحتشاء السفلي في 50% من الحالات يعني من اهم الشغلات ما بنسال كل ارتفاع اس تي في 2 3 او في اف لازم اسوي مساري يمنى دائما لانه احتشاء البطين الايمن بحد ذاته بيرافق الاحتشاء السفلي الاحتشاء السفلي واحتشاء الشريان الفقري الايمن لازم اساوي المساري اليمنى المساري اليمنى هي ايش هو ار في 4 ار في 3 شلون كنا بنحطها ماشيين اربعه بنحطها هو مكتوب عليها وثلاثه بنحطها هو مباشر طيب انا بس عم بحكي بدي اياه منكم ها الاحتشاء الخلفي برجع مركز يترافق الاحتشاء الخلفي مع الاحتشاء السفلي وقد يكون معزول فلازم اطلب المساري خلفية 7 8 9 بس انا بدي اشياء اذا ماكل ارتفاع اس تي على المساري السفليه اللي بتصيب الشريان الاكليل الايمن بنطر بوقف لا كل ارتفاع اس تي على الليد 2 3 ار في اف لازم اطلب مساري اضافيه وراس المساري اليمنى ومساري الخلفي ما بنسال بس شفت على التخطيط في عندك مشكله ب 2 3 ار في اف مباشره اطلب المساري واطلب مساري خلفيه ليش؟ لانه هذا احتشاء السفلي 50% من حالات بصير عندك احتشاء بطين ايمن لحالة حاله إذا كان عندك احتشاء بطين أيمن وأنت حتطبق حال خثرة أنت عندك ارتفاع اس تي 2 3 أو في اف راح تطبق حال خثرة مشان تفتح على أساس تنتقي تفتح الشريان الكبير الأيمن دخلت المريض في صدمة ومات المريض مضاد استطباق تطبيق حال خثرة احتشاء بطين الأيمن فبصير لك انخفاض ضغط مفاجئ لذا كل ارتفاع اس تي 2 3 أو في اف لازم أطلب مساري يوم لازم أطلب مساري هيا نشوف الشريان الاكليلي الايسر طبعا في حكي كثير انا ما طلبت يعني بس بطلبكم باللي بدي اياه منكم كمان ايش عم نجيب الاكليلي الايسر بيعطيني الفرع اللات والسي اس منعكس يعني الشريان المنعكس الشريان المنعكس ليش لما يجي على الإكليل الأيسر بيمر على جدار الجانبي وبيغطي عقدة جانبية الأذينية يعني في الاحتشاءات بشكل عام إذا كانت رايت أو ليفت رح نلاقي في عندنا برادكاردي رح نلاقي في عندنا بطء قلب اللاف بشكل 10% من البي دي آر الخلفي البي دي آر من إجا؟ الشريان الإكليل الأيمن الشريان الكبير الايمن 60% بيعطينا بي دي ار لكن المنعكس بيعطيني كمان بي دي ار طيب ايش نوع الاحتشاء في الشريان المنعكس بالعاده المنعكس على الجانب بالعاده ليد واحد وخمسه وسته وافير مساري يسرى ليد واحد افير خمسه سته اذا سويت تخطيط ارتفعت اس تي ليد واحد افير خمسه سته معناته في عندي احتشاء ايسر طيب انا بدي اياك افهم من هيك اين الشريان مصاب؟ منعكس كل الحكي الثاني ما بدي اياه بس بدي اياه لازم تعرف له لازم تعرف عندك فكره شوي اوسع انه الشريان المنعكس هو المصاب اذا سويت تخطيط ارتفاع 2 3 ار في اف احتشاء اسمه احتشاء سفلي ولازم اسوي معه 7 في 9 ار في 3 وار في 4 طيب خلينا ندخل شوي اعمق بالشريان الثاني
إشعاع ممكن كل أساس ممكن يجي معه إشعاع بطريقة وممكن يجي معه إشعاع خلفي لأنه الفروع المغطية هي من طرف الأيمن تعطينا البيجا قال الخلفي كل إشعاع أيمن كل احتشاء سفلي كل احتشاء سفلي احتشاء السفلي واحتشاء الشريان الكليل الايمن احتشاء الكليل الايمن هي احتشاء البطين الايمن احتشاء العبر كل احتشاء سفلي لازم اطلب معه مساري لازم اطلب ممكن ترافق مع احتشاء البطين الايمن واحتشاء الخلفي كل احتشاء سفلي يعني مساري السفلية بالعضل بالتخطيط الشرعي انها 2 3 او 4 كل مساري السفلية ارتفعت الاسلي لازم اركض وين على المساري الخلفية واليمنى هاي نقاط نبرزة ولازم اعرف انا ممكن يكون عندي اصابة في منشأ العقدة الجلدية لان العقدة الجلدية تتغذى من الشريان من الشريان الاساسي لها 60% ايمن و 10% ايسر وهو المنعكس طيب لازم اعرف اذا كان عندي اصابة في الشريان المنعكس الشريان المنعكس هو فرع من مين؟ من ايسر وين بيروح جدار الجانبي من جدار جانبي الطرف الجانبي عضلة قلبية مين مين هن المساري تنظر للطرف الايسر الجانبي قلبي ال وليد واحد 65 هذا بدل على احتشاء وين منعكس حلو اذا الاحتشاء احتشاء كليلي ايسر بقول لك كويس لكن لي عندي اصابه في الشريان منعكس بقول لك انت طالب ذكي صرت تعرف اكثر طيب ندخل اعمق شوي الاحتشاء السفلي الخلفي الجانبي شوفوا خلينا نشوف شوي سفلي خلفي جانبي سفلي ايش عندي 2 3 4 ارتفاع استي 2 3 او 4 طيب خلفي 7 2 9 جانبي 5 6 وليد 1 4 فانت لما بتطلع على التخطيط وتشوف ارتفاع استي راح تشوف ارتفاع استي في اماكن متوزعه حسب اماكن الشرايين المصابه طبعا قبل ما نشوف احتشاء السفلي خلفي جانبي ما بنشوفه كثير لكن نشوف احتشاء المنعكس 2 3 بنشوف في ال وليد 1 وفي 5 و 6 بنشوفه بصراحه لكن 7 8 9 و 5 و 6 وليد 1 و في ال و 2 و 3 و في اف هذا احتشاء سفلي خلفي جانبي يعني خلينا نشوف ما بيهمنا بس احفظ الاحمر شو الشريان الشريان المصاب الرايت والمنعكس رايت والمنعكس اكيد الرايت لانه الرايت شو بيكون 2 3 او 4 وممكن يكون معه 7 2 9 والمنعكس عطاني بيد 1 و افير و 5 6 طيب ما بدي بس بدي اعرف بس بدي يهمني الخط الاحمر بيهمني الخط الاحمر شنو الشريان المصاب حكيت لك باختصاص شوف هن كيفين لا مثلا لا منعكس هلا اكبر واصغر شبيه يعني ولد الاثنين اكثر من ولد الثلاثه ولد الثلاثه لا الجمله الفوق قد تكون الاصابه ناجمه عن اصابه في الرايت او لا يعني واحد من ايه واحد من اذا كان الاخر اذا كان مسيطر حسب المسيطر احد ما بيهمني منك حسب المسيطر انا قصدي هي بس هيك قصدي الاحمر فصل الاحمر معناته في اصابه يا هاد يا هاد بس انا بدي اعرف منها ما راح ادخلك بالتفاصيل مفهوم يا شباب طيب ما بدي تفاصيل زياده خلينا نشوف شريان اخر مصاب امامي النازل لا امامي النازل ينشأ من الجذع الكيلي الايسر يسير ضمن الحجاب بين البطينين ليصل الى قمه الخلف ويعطي فروع قطريه حاجزيه ويروي 55% من البطين الايسر هذا الامن النازل بيشترك مع البي دي ار جيمش بيشكل البي دي ار مع الشريان الكيلي الايمن البي دي ار الخلفي السفلي منشا رئيسي ايمن لكن بيشكله مين مع مين مع الامن النازل مع اللازم خلينا نشوف الشوط المسار التي تصاب هو في 1 في 2
في ثلاثة في أربعة كل شيء حجاب لقمة البطين الأيمن أيسر كل شيء حجاب بين البطين في واحد في اثنين أصل الحجاب اثنين ثلاثة اثنين ثلاثة في أربعة وخمسة صار على قمة البطين في ستة وسبعة خمسة وستة صارت على الطرف الأيسر إذا أمامي النازل أمامي النازل ارتفاع استوى راح يكون في واحد في اثنين في ثلاثة في أربعة بس الأمامي النازل بيشترك مع الأيمن بيعطينا الشريان السفلي الخلفي السفلي الخلفي شو كان اسمه بيدي آر ماشي الأمامي النازل اسمه اللاج بس أنا بدي هالشيء هذا روح على طيب كمان خلينا بس نرجع نرتب الأفكار رتب الأفكار قبل ما أبلش بالرسمات بالارتفاع الستي إذا الارتفاع لدى 2 3 أو في إف احتشاء اسمه سفلي 2 3 أو في إف احتشاء سفلي الاحتشاء السفلي أنا كطالب ذكي وعندي نباهة لازم أطلب مسالي شو اسمها؟ اليمنى خلفية اليمنى اسمها را آر في ثلاثة وآر في أربعة رايز في ثلاثة في أربعة حطه شيله وبحطه ليش اليمنى؟ لأنه هالاحتشاء هذا ترافق مع احتشاء بطن أيمن في كثير من الحالات وليش خلفية؟ في سبعة لأنه هذا شكل 60% من الشريان السفلي الخلفي البي دي آر فلازم أطلب أنا مساري خلفية ماشي؟ طيب بنروح على الطرف الايسر عندي الشريان الاول الشريان هو المنعكس المنعكس على الجدار الجانبي للعضله القلبيه جانبي جانبي ايش هي المسار الجانبي؟ 5 في 5 في 1 اللي كان دايس التخطيط فهمانه بنجي على الشريان المنعكس الشريان المنعكس بيغطي الحجاب لقمه القلب يعطي البيت على الراس من في 1 لفي 4 طيب أنا لما بعمل تخطيط وبساوي عندي احتشام وشفت عندي ارتفاع استصار عندي احتشام قلبي لكن التخطيط هذا فيه بطء قلب جيبي معناته أين الشريان مصاب؟ ممكن الأيمن وممكن المنعكس لأنه العقدة الجيبية اللي تغدى من الأيمن تغدى من المنعكس ما بس طيب أنا بدي أقول عندي احتشاء سفلي احتشاء سفلي ايش هي المساري؟ يلا بس انا بدي هيك 2 3 4 ممكن تضربها معي طيب انت ترافق مع احتشاء بطين ايمن اذا كان عندي طلبنا مساري يمنى اذا كانت ارتفاع الاس تي في اليد الثالثة اكثر من اليد الاثنين غالبا احتشاء ايمن غالبا احتشاء ايمن ما بيهمنا واحتشاء خلفي 7 8 9 خلص خلصوا بالنار اللي بيعمل طيب احتشاء جانبي 5 6 برايك احتشاء جانبي ليد 1 7 5 6 جانبي جانبي ليد 1 افي بالعاده ليد 1 افي جانبي احتشاء جانبي خلينا نشوف الجانب ليد 1 افي إذا كان منعكس ليد 1 أو في 5 و 6 صح؟ بس ما بدي بطفري ولا غيره احتشاء أمامي أمامي من في 1 لفي 4 هذا احتشاء أمامي صرنا نوزع احتشاءات طيب بس ما بدي احتشاء أمامي سفلي من في 1 لفي 4 لد 2 3 او في اف صرت اربط معلومات اكثر ما بدي نوع الشريان المصاب برجع لكم نوع الشريان المصاب هذا الاحتشاء هذا الاحتشاء اللي هذا المخطط اذا هلا بدنا نوضح مع شيء اسمه احتشاء جانبي سفلي ايمن خلفي على التخطيط اللاترال جانبي جانبي لحاله اذا ليت واحد
خمسة وستة مترافقة مع الـ RVF. هذا شو اسمه احتشام؟ جهل. خلينا نشوف انفيرورز. شو انفيرورز؟ سفلي. اثنين الثلاثة RVF. لون الأخضر. خلينا نشوف انتيرور أمامي. اثنين الثلاثة أربعة. خلينا نشوف ستة حجابي. حجازي. حجازي. نفس واحد اثنين ثلاثة أربعة. طيب. خلينا نشوف هدول هني هدول لازم احفظهم بالالوان. اذا انا بدي اقول لك احتشاء امامي واسع. واسع. من في واحد لفي ستة. واسع. من في واحد لفي ستة. طيب ليش؟ انا معي الصندوق الايسر. كله. صار الطرف الايسر. منعكس ولا منعكس ولا اذا اللكرة جانبي. ليد واحد او في ال خمسة وستة. الانفيرور صفر اثنين ثلاثة او في الانفيرور او الستة الامامي من في واحد وفي اربعة. ماشي؟ امامي واسع. امامي واسع. امامي واسع. امامي واسع. امامي واسع بضم من في واحد لفي ستة والجانبي معه. ليد واحد او في ال. كل شيء على الطرف الايسر يعني. بس هذا هذا التخطيط هذا الرسم هاي الرسمه يعني ملخص كل نوع الاحتشاء والمشروع الشريان المصاب. ليد واحد ليد اثنين ليد ثلاثه او في الشريان الكبير انا بس يهمني الشيء ليد واحد او في ال في خمسه في سته الشريان المنعكس في واحد في اثنين في ثلاثه اربعه الشريان الامامي النازل. خلص بس انا بدي منك هذا ما بدي منك غيره. لكن لما بتكون انت في العنايه القلبيه ان شاء الله بكره تصيروا اخصائيين عنايه وعنايه جراحيه وعنايه اسعافيه وطريق قلبيه لما بشوف ارتفاع ليد ثلاثه اكثر من ليد اثنين على المسار السفلي لازم اتوجه عشان الوضعيه الايمن لازم اتوجه لاحتشاء سفلي. يعني لما بيكون عندي مشكله هون لازم اخذ مساري يمنى ومساري خلفية هو هي اسمها سفلية مساري خلفية. ايش هو الاستي اليفيشن بقى؟ هيا خلصنا من نوع الاحتشاء. وات از ذا استي سيجمنت بيز لاين؟ كل هذا النوع من التخطيط بي كيو ار اس تي كلنا نعرف ايش هي. هذا بنلاحظ بي ار هي قطعه اس تي اس تي سيجما. كل التغيرات اللي راح تكون عندنا بقطعه اس تي سيجما مترافقه مع تي. يا بيكون عندي اس تي سيجمنت ديبريشن او اليفيشن بالعكس اليفيشن يا اليفيشن يا ديبريشن ماشي. هذا اليفيشن هذا اليفيشن عم تطلع وهي الديبريشن السحول لتحت والارتفاع لفوق. ايش هي المراحل التخطيطيه لحشاء العضلة القلبية؟ ايش بدي اشوف؟ المرحلة الأولى المرحلة الباكرة المرحلة الحادة السريعة موجة تي مؤنثة ما بنشوفها بالعادة. هاي موجة تي مؤنثة ما بنشوفها أنا ما بيجيها بالوقت الذهبي 10 دقائق لا مريضة بالسنة. بعدين ارتفاع اس تي اس تي اليفيشن ارتفعت الاس تي هاي القطع التقاعد لوين صار؟ بالعكس بدك تصير الاسفل تصير الاسفل نفس الشيء يعني تقاعد تي صار لكن ارتفاع اس تي ما تقاعد نحو العالم. بعدين تقبب تي او تقبب القطعه بعدين بترجع لخط السواء واخر شيء تنقلب تي. اذا تانف تي بيك تي ويت بعدين ارتفاع القطعه ما تقاعد نحو العالم بعدين عمدة لخط السواء وانقلاب تي في المراحل الاخيره واخر شيء ايش بنشوف؟
زوجة كيو. كيو كيو لازم تكون عريضة أكثر من مربع صغير عرضا وعمقا أكثر من ثلث آر. هذا العمق هي آر ثلث آر لو إيه لا هو لازم يكون أكثر من ثلث آر. هي آر هي نص آر هي ثلث آر كيو أكثر من ثلث آر. إذا عمقا أكثر من ثلث آر وعرضا أكثر من مربع صغير. في شيء اسمه دقائق. انا ايمتى بشوف عندي تي ويف بيك مؤنثه؟ في اول دقائق. انت ترتفع قطعه ستي ما بين دقائق الى ساعات. طيب انت تتدبر قصدي انت تتقبل كم احيانا ايام احيانا دقائق. انت تعود لخط السواء ايام انت تشكل كيو ايام اساسي. هاي مراحل الاكتشاف. رح نحط شئات كثيرة هلا نبعث كثير تخاطي. أنا بلاحظ بالاكتشاف إجاك هذا الاكتشاف. خلينا نشوف الاكتشاف هذا. هل ارتفاع ستي بيطلع علي؟ لاحظت ارتفاع ستي على أي مساري؟ في واحد في اثنين في ثلاثة في أربعة في خمسة في ستة. هذا ما بيوازي. صرنا نعرف ما شاء الله عليك. بالنسبة لهذا الوضع مثلاً إنه في اثنين ثلاثة أربعة مرتفعة زيادة كثير يعني في جيد جيد. إذا ارتفعت كثير وقليل وكذا بهمك مربعين صغار. برجع أقولها ارتفاع السي مربعين هذا مربع كبير مربع أكثر من مربعين صغار كافي للتشخيص. كافي للتشخيص. وين مساري؟ أمامية. وارتفاع السي هلا هون كم مربع صغير؟ 10 7 10-11 مربع صغير. خلينا نشوف هون ايش نوع الاكتشاف هذا؟ ليد واحد عندي زحول ليد واحد ما هيك؟ ليد اثنين ثلاثة اف اف سفلي اكتشاف سفلي. لما يكون عندي اكتشاف في الشريان لازم اشوف علامة مرآة في الشريان الاخر. علامة مرآة هي زحول ستي. بحيث اذا قلبت التخطيط بالعكس بشوف ارتفاع في الشريان المعاكس وعلامة المرآة في الشريان الثاني. بس قلوب التخطيط بالعكس هسه قلبت ورقة التخطيط هيك. إذا قلبت الورقة بصير عندك هون زحول هوني ارتفاع. هاي اسمها علامة المرأة. سواء هذا ايش نوع الاكتشاف؟ اثنين ثلاثة اثنين ثلاثة أو في اف لازم في عندي هذا اكتشاف سفلي ماشي؟ اكتشاف سفلي. ايش في عندي كمان مشكلة تخطيطية؟ كمان عندي خمسة وستة معناتها سفلي هذا سفلي جانبي ما قال لي بس سفلي انا بقول سفلي جانبي والله سفلي جانبي ده سالك عليه الامتحان اعطيك تخطيط ايه دكتور عندك سحولات ما بيهمك اثنين ثلاثة مين اكثر من اثنين بخي ما بدي ما بدي نوع الجدع ما بدي الجدع ما بدي الشيء التخصصي انا بعطيك العام لا تخصصي اتركه لغيرك اذا بعطيك تخطيط هيك بقول لك هات اكتشاف سفلي ووقف ايه نعم سفلي لكن يا حكيتي عندنا كمان شيء جانب وين روحت للشريان هذا المنعكس المصاب لازم يعني اذا دخلت قصر لازم الشريان الايمن المضروب الشريان المنعكس مضروب اذا بالتخطيط هذا احتشاء سفلي باعتبار اس تي ارتفعت 2 3 او في اف واحتشاء جانبي باعتبار اس تي ارتفعت على مين؟ على 5 في 6 بالاضافه لسحول اس تي في المساري البقيه خلينا نشوف الاحتشاء اثنين ثلاثة او في اف اول احتشاء سفلي طيب في واحد في واحد في اثنين انا هذا احتشاء سفلي مترافق مع احتشاء بطيء ايمن مع احتشاء بطيء ايمن دائما اذا كان عندك ارتفاع ستي اثنين ثلاثة او في اف انا لازم اطلب مساري يمنى واطلب مساري سفلية إذا ما بدك تطلب مساري طلع إذا ما بدك تطلب المساري طلع ال في واحد لحاله تكفي ارتفاع اس تي في في واحد مع 2 3 اه في اف الشاب طيب كافي بدل ما تقول المساري فأنت لما بتساوي 2 3 اه في اف حط عيني واشتغل في واحد في 2
بحط عيني وزن عليهم فيه شيء والله ما يتأكد مرتفعات لا مرتفعات خذ أشياء هذا ما معطيه دواء حال خسرة هذا قصرة ولد وما بتلحق خلينا نشوف التخطيط هذا ايش في عندي التخطيط هذا علامة خمسة في عندي علامة كتير هامة مريض عم بيشكي من ألم صدري المصريين في واحد في اثنين دائما بيخوفوا في واحد وفي اثنين وين في واحد في اثنين على صارين وين بيزرع على قمة القلب الطرف الأيمن في واحد في اثنين في واحد بيطلع على الرجلين وفي اثنين جنبك دائما اذا صرت عندك احتشاش سفلي مع ارتفاع في واحد في اثنين هذا احتشاش بطين ايمن لانه هو صار الطرف الايمن اذا صرت العلامه العلامه هي علامه مميزه الزحول العميق للثيم الزحول العميق للثيم بالفي واحد وفي اثنين دليل في عندي مشكلة على الشريان الخلفي هاي مثل علامة المرآة كأنه بنشوفها مشكلة على الشريان الخلفي هذا عندي احتشاء خلفي حط المسألة الخلفية بتطلع هاي شوي صعبة ما طيب أنا بدي بقلك هلا بقلك هلا يا دكتورتنا في عندي ST Elevation MRI في الأنتيرور واللاترال أنتيرور شو؟ أمامي ولاترال أعطيني مساري أمامي جانبي هذا أنتيرور لاترال هذا اللاحظ من بي واحد من خمسة وستة ولد واحد وأوفيين لد واحد أوفيين طيب شو رأيك نوع الشريان المصاب؟ منعكس والأمامي النازل طيب واضحين؟ صعبة؟ يعني بده بس واحد شوي يركز بالتخطيط ناخذ سؤال ثاني قدام التخطيط أنا بدي أقول لك عندي اتشاء ارتفاع ستي أنتيرو بس أمامي ايش هن؟ إلا والله أنا بدي أقول لك ليد واحد ليد واحد انا بدي اجيب نوع من انواع التخطيط هذا ارتفاع اس تي واضح الارتفاع ارتفاع اس تي على المساري الصدريه اكثر من مربع مربعين الصغار كافيات للتشخيص كافي التخطيط هيك كافي التخطيط لاحظ ان اول انفيرور باي خلينا نشوف الانفيرور كيو ويف علامة كيو في المساري بس هي عندك اشياء من سنة سنتين من عشرة ايام من اسبوع عنده كيو ويف عميقة كثير عنده كيو ما بشوفها بلد اثنين ثلاثة امتى بشوف كيو يعني طبيعية؟ مساري اليسرى اثنين والد واحد اربعين خمسة وستة كيو ويف لازم تقول لي انه انا مش شايف موجة كيو هون معناته هذا عنده احتشاء قديم جزء من 10 ايام جزء كيو متى تظهر موجة كيو؟ ايام ساعات ايام اسابيع واشهر كمان هاي كيو معناته هذا مريض جزء من احتشاء من 3 ايام او من 30 سنة كويس؟ مين تقرا لي التخطيط هاي؟ يا اثنين ثلاثة أربعة كان احتشاء شو اسمه؟ سفلي سفلي ايش جاي كمان؟ عندي زحول اثنين عندي زحول في واحد لفين عندي اس تي اليفيشن اثنين ثلاثة اوفيس وعندي سي اس تي ديبريشن بس خلينا نشوف التخطيط هذا نفس اللي رسمناه سفلي جانبي امامي
هاي شوف التخطيط هاي انفيرور سفلي وبستيرو عندي امامي عندي هالشكل هاد كمان بيخوف مثل ما لازم اطلب مساري خلفيه مساري خلفيه وضحناها برسمه التخطيط 7 × 9 الابط الخلفي منتصف لوح الكتف نص العمود صدري يكفي ارتفاع السي نص ما شاء الله عليك مسار اليمنى هاي المسار الخلفية لاحظوا مسار اليمنى كمان شلناه حطيناه على الرمح طيب رح ناخذ استراحة بس بعد هاي السلايد هذا قد يحدث تحت اشياء عضلة قلبية حار ويبقى التخطيط طبيعي ضمن الطبيعي ما بصير عندك هذا غير عبر الجدار هذا سمي انستيج قد يعود التخطيط الى الطبيعي تماما بعد حدوث تغييرات تخطيطيه سوى ما يسميه ارتفاع هذا كان يسموه احتشاء عابر للجدار تسميه قديمه كان اسمه احتشاء عابر للجدار لكن هذا انقرض حاليا اسمه انستيج ليش المعنى تجدنا في الحاله المرضيه ناخذ استراحه شوي أول شيء احتشاء العضلة القلبية حكينا عليها مطولة أم دم بطينية ألم مزمن مع استمرار ارتفاع الاس تي لأكثر من 3 أسابيع يا شباب لما أنا بسوي تقويم لاحتشاء عضلة قلبية الاس تي طلع لكن الاس تي لها مدة زمنية يعني حكون عندي تأنف ارتفاع تقبض سحور يعني اكثر شيء شد تطول اسبوع 14 يوم اكثر شيء لكن اذا استمرت لفتره شهر اس تي عاليه دائما حط في بالك في عندي خطره كبيره جدا على راسي ام دم في البطين دائما حطها في بالك يا دم الحر رح ناخذ التهاب الدم الحر تصفيه بي ار ارتفاع اس تي عاليه مثلا عرض الاستقطاب الباكر لوبرزيشن شن الجلوكين الحار فنان برزم الكافي اللفت باند الفرنش شبراك مع ضخامة البطين الأيسر هاي أم دم بطينية ارتفاع أم اس تي في أم الدم البطينية بالعادة بيكون ارتفاع كبير يعني عندي ارتفاع عالي جدا وهذا الارتفاع غير مواكب لمسرى الشريان المتوقع انه في انتشاء يعني انت هون بتتوقع شو انتشاء في 2 في 3 في 4 اتوقع انتشاء امامي في عندي شيء علامه مراه هون ما في عندي علامه مراه والارتفاع عالي جدا يعني بالعادة الاحتشاء بيرتفع عمود السي 3 مربعات صغار أربعة عادة بيرتفع 20 مربع الاحتشاء مستمر لفترة زمنية طويلة التهاب التامر قصر بي ار مع ارتفاع اس تي على كل المساري وإلو إلو يعني إلو حكي كثير التهاب التامر في محاضرة التامر أنت لازم تحفظ قصر بي ار ارتفاع اس تي ار على أغلب المساري مع عدد البيوع والشيء المميز بالتهاب التامر كراتيريه الالم اللي بيجيك يعني ما بيجيك مثل الالم الاحتشائي واحد الشيء المميز انه ارتفاع اس تي عند التامور له اطوار يعني في اليوم الاول بعد اسبوع بعد 5 ايام مش بصير عنه تغيرات الاس تي في الخناق شرج الجبيل الحاد لازم اعرف شرج الجبيل الحاد يعني واحد هو بيرك عنده الم صدري لما بيساوي جهد بيروح الالم هذا عكس الاحتشاء. انت بارك عندك الم
معناته الشرايين الكليه فيها تشنج. لما تساوي حركه الشرايين بصير ضخ وعاء كثير وضخ دم كثير، ارتاحت وسعت. فبكون عندنا ارتفاع ستي عاليه كثير مع قصر مع تراكم الموجه ار على التي. يعني ارتفاع ستي ارتفاع ستي عالي كثير، والموجه والقطع والقط والقطعه النازله من التي تقريبا فوق نازله من ار فوق التي. عرض استقطاب الباكر بشوفها كثير، عرض الاستقطاب الباكر ارتفاع ستي لكن تقعر نحو الاعلى، من الارتفاع لا يكون عالي كثير. لما اقول عودة الاستقطاب، عودة الاستقطاب بتكون موجة تي قريبة جدا من الاس تي، قريبة جدا من الار. هي عودة الاستقطاب، تقعر نحو الاعلى، لكن تي صار عندي، يعني اللي بقول عودة الاستقطاب، يعني ايش عودة الاستقطاب؟ استقطاب ايش؟ يعني في راحة ولا عمل؟ راحة. زادت الاستقطاب. طيب الراحة وين بدها تكون؟ ايش هي موجة تي؟ موجة تي هي موجة تي بعدها بعد مسافة اس تي سيجمنت، بعدين ايش بتجي؟ تي. تي بتجي اكثر، يعني الراحة بتجي قبل كثير، يعني كهربائية تسلق فترة ثانية. والألم بيكون ألم موجي. أنا عودت الاستقطاب راح زيد انه تي للباكر، لازم تاخذ مسافة مربع تي واحد. اجت باكر وارتفعت الاس تي للاعلى. يا ارتفعت الاس تي بتروح تشتغل القلبية، ما هيك؟ بتروح تشتغل القلبية، نعم. لكن ارتفاعها مو ارتفاع نموذجي. والتي قريبة. طبعا من شي اسبوعين جانا مريض عنده شاب 37 سنة مدخن بشراهة اسمراني. ألم صدري وصفي. فاعطوه حظ، اعطوه مية. حملوه اسبرين وكلوبيد وجلكسان و و و و استقطاب داكر. ياما بندخل عليه بقسطرة قلبية، وياما بنسوي قسطرة قلبية وعم استقطاب داكر. مو احتشال. مو احتشال، هدي لازم تكون انت تعرف ايش تستسقى فيه وارتفاع الستي. اذا عملت الاستقطاب الباكر تي يتقربله قبل اوانها. وارتفاع الستي يكون نحو التقاعد نحو الاعلى. هي حالة مرضية؟ لا 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 لا. حالة كهربائية، خلل كهربائي. ما هو اللي يقول شيء، حالة تعصيب ستموت. طبعا أنا كنت نوم صراحة، جيت تاني عم طلعت ليه كان عم يصير عاوز استقطاب بالك، كل شو عم يصير هون؟ شطوا على البيت، أنا حكيم أنا وكذا، مش قلت له بوري وضع، سلم. ركبت شوي اختبار الجهد ما في عم شيء، أعطيته بروفين تبع البيت. جاني المسا، جاني المسا، كنت منوم يعني جاني المسا. طلع قلت له شو عم يصير هون؟ هو موظف عندي. قال لي كمان عندي عاوز استقطاب هيك، كمان طلعت وحده. بعدين قلت له تي يعني جاي عشان تاخذ راحه بكير، والالم الم مو نموذجي. طيب انا صار عندي الم صدري اذا ما هيك؟ الم صدري عملنا تخطيط، دفع خطة تسليم. بدي اشكر بقى شوي كلام معلمي. اشياء عضلة قلبية، اس تي اليفيشن ام اي، ألم صدري مترافق مع تغيرات تخطيطية، ما هيك؟ ألم مع تغيرات تخطيطية. طيب ايش لازم أكمل فحوصاتي؟ تحاليل. خلينا ناخذ التحاليل. مجموعة كبيرة من التحاليل، نحن بناخذها أكثر شيء نوعين. في عندي مايوغلوبين وتروبونين وسي كي ام بي. لما يكون في عندنا اذيه في الخلايا العضله القلبيه تحرر مجموعه من الانزيمات نتيجه اصابه لمفاويه نتيجه دوران اللمفي صار فيها مشكله، فيفسر ارتفاع الانزيمات هذه في العضلات القلبيه. لهذا عيارها المصري لا يفيد ولكن مقابل يفيد في تمييز الـ ST Elevation MI عن Unstable Angina. يعني هلا بنحكي عن دول الحكي، تحديد الانذار لا يوجد تناسب قطبي بين حجم العضله القلبيه المصابه بالنخر وبين كميه الانزيمات المحرره، وضع التشخيص في الاشكال المتاخره او التي تحوي على تبدلات في الدوره. نعم
الانزيمات القلبيه انزيمات كثيره. هل الانزيمات هاي كافيه لوضع التشخيص؟ غير كافيه. يعني انا هون في عنا تحاليل، في عنا LDL، في عنا الات واسات تحاليل كبدية نطلبها كمان، لكن هي بتصير على سبب قلبي. ميزة التروبونين والميوغلوبين والسي كي ام بي انه في عندي أذية في العضلة القلبية، في العضلات القلبية. الميزة الرئيسية اللي بيميز بين ال ان اس تي اليفيشن ام اي مع الخناقات بميزه، وهلا رح احكي عليه بالتفصيل. لكن بحدد الانذار الارتفاع، انا اضطربت الاس تي سنسيتيف النوعي مثلا، اضطربت التروبونين مثلا كان الرقم هو طبيعي تحت 0.1، طلبته طلع 100 معناته اصابه كبيره بالعضله القلبيه، طلبته طلع 100 ممكن تكون اصابه بسيطه، اذا تطلع عندك 5 عندك شريان مصاب كبير. يعني كميته ما لها علاقه بالانذار، ما لها علاقه، ما بيحدد يعني اذا يعني هو اول شيء انزيم. هل انزيم هذا مجموعه من التفاعلات الكيميائيه اللمفاويه بيطلع؟ اذا كان عندي اصابه في جزء من العضله القلبيه بيطلع، واذا كان كامل العضله القلبيه صح. بس هو الانزيم مختزع ضمن يورا في القلب. اي طب لما بتزيد عدد خلايا القلب المصابه رح ما كميه لا 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 لا. طب هذا الشيء مكتوب كمان تحديد الانذار لا 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 يوجد تناسب ضربي. مو لا اسف يوجد تحديد الانذار، انا حكيت بالعكس والله. يوجد تناسب طردي بين حجم اسف انا خربطت بالكبد الانزيمات الكبديه انا ما انتبهت. ايه عادي الارتفاع لنسبه معينه لحد معين يعني ما بيدل على سوء انذار اللازم العضله القلبيه الكبد مثل ما كنت عم تحكي. ايه انا خربطت بيناتهم. على كلا بنعيد نصحح عنا الانذار، كل ما كان عندي زياده في كميه في كميه السنسيتيف النوعيه للانزيم، كل ما كان عندي اصابه كبيره في العضله القلبيه. وضع التشخيص في الاشكال المتاخره او التي تحوي تبدلات في الكيو ار اس ممكن له دور كبير. لما بيكون عندي وولف باركنسون واي او حصار فصل ايسر قديم ولا جديد، لانه كل حصار فصل ايسر هو احتشاء حتى نسبه عكس، فأنا كيف تميزه؟ في عندك حالتين، أما أطلب تروبونين أو ميوغلوبين أو بقلل لمرتين تخطيط سابق، فهذا له دور في التشخيص. آخر شيء ما مبين عندكم هون بالنسبة للسي كي إم بي الكلي والأسات واللاد ال ال دي آر آسف حاليا لم تعد تستخدم، لكن نحن بنطلب السي كي إم بي بنطلبه لما بيكون عندنا في احتشاء عضله قلبيه وعاود الالم مباشره بعد تسريب حاله الخطره او بعد فتح الشريان بالقسطره بنطلبه بالعاده. خلينا نشوف التروبونين كيف هو المعيار. طبعا نحن عندنا في المخابر في عندنا حاليا بيعتمد المشافي الموجوده في المحيط على الكميه، يعني قديش الرقم احيانا بياخذوا النوعيه بوزيتيف نيجاتيف، انه ايجابي وسلبي فقط، هذا لم يعد مجدي. فلازم ناخذ احنا السنسيتيف قديش الرقم، اعطيني رقم التروبونين 50 60 70 100، لانه انا بدي اطلب بعد شوي تروبونين ثاني، بعد شوي اطلب تروبونين ثالث وانا رايح ما بطلب تروبونين واحد. في عندنا ثلاث انواع من التروبونينات سي اي تي، لكن عندنا تروبونين تي هو الاساسي. المهم عند قياس التروبونين التركيز على طريقة ارتفاعه، حيث أنه يبدأ بالارتفاع بعد 4 إلى 6 ساعات. انتبه على الأرقام، أنت بيطلع بعد 4 إلى 6 ساعات من الإصابة. الذروة يوم كامل، بعد 24 ساعة بوصل للذروة، ثم يبدأ بالانخفاض بشكل متدرج حتى يعود لمستواه القاعدي بعد أسبوعين. إذا 4 إلى 6 ساعات يوم أسبوعين بلش يطلع، بلش الذروة بعدين ينزل بشكل تدريجي. شوفوا على الكلام، يجب نستطيع عن طريقه التمييز بين انستيبل انجينا بين خناق صدر غير مستقر والان ستي ايفيشن ام اي، راح احكيها باخر السلايد.
بآخر المحاضرة. يجب أن يتم معالجة تروبونين تي وآي خلال أول ساعة من القبول، وبعد كل 6 إلى 9 ساعات، وبعد 24 ساعة من القبول. حتى إذا كانت النتيجة سلبية وحتى التقياسات سلبية، عندنا توجه للتشخيص الإلكتروني صور غير مستقر. هذا يدل على سبيل. رح أوضح الفكرة عادي. أنا حكيت لك على السؤال. أنا نميز بين خناق السطر غير المستقر وبين ستي ليفيشن ام اي. الاثنين ما في ارتفاع ستي، ما هيك؟ واحد ممكن تكون الخثرة قابلة إنه تسد الشريان بعد شوي بسبب أشياء حاد. واحد عنده خناق لسه ما في عنده هالتغيرات. الاثنين فيهم زحول ستي. وواحد ممكن واحد أو الثاني ممكن عنده انقلاب ستي. يعني هدول لساتهم ما تحولوا لاحتشاء. طب انا كيف بميز بين هذا وهذا؟ بميز بين عن طريق التروبونين. اذا طلبت التروبونين وطلع بوزيتيف معناته الاس تي مو مرتفعه. اذا طلبت التروبونين وطلع عندي تروبونين ايجابي يعني عم يطلع الرقم، فهذا ان اس تي ليفيشن ام اي، هذا بعامله معامله احتشاء. بينما اذا كان عندي نيجاتيف معناته هذا خناق سطر. اذا كان في عندي الم مع تبدلات تخطيطية اسمها إشو غير وصفية، تبدل التخطيط الوصفي والارتفاع، يعني في عندي تشويش في التخطيط، يعني في عندي موجة التي والاس تي مو وصفية للارتفاع، بركض على التروبونين. إذا كان التروبونين عم بيعطيني نوع التروبونين عم بيطلع التروبونين، معناته هذا يعني ستي ليفيشن ام اي، هذا ايش بعمله؟ قسطرة مبادرة احتشاء. بينما اذا كان الاس تي طبيعي، التروبونين طبيعي، هذا خناق. طبعا احنا في عندنا معايير، هذا معيار التمييز، لكن في عندي معيار اخر لارتفاع التروبونين في الاحتشاء رح احكيه بعدين. بس انا بدي منكم تفهم انه التروبونين بيميز بين الخناق قسطر غير المستقر والاحتشاء بدون ارتفاع خطوط اس تي. الان اس تي ليفيشن ام اي هدول فيهم تشويش بالاس تي، في اضطرابات في موجه اس تي وتي. اكيد ما يزيد بالتروبولين، تروبولين طالع هن بهالمحورات، مو طالع كل واحد من المقارنه بترفع الاسئله. طيب نرجع كمان حديثا، تم اعتماد استخدام التروبولين لقلب عالي الحساسيه اس تي ام، يعني هاي سنسيتيف تي ام تروبولين، حيث يمكن يتجاوز بروتوكولات ما بتكون. هذا ما بتبين. بالنسبة للكيراتينين كيناز القلب سي كي ام بي، صراحة هذا استخدام سلطة قليلة كثير، لأنه بيرتفع في حالات كثيرة مو نوع العضلة القلبية، لكن نحن بنطلبه في الساعات الأولى من الاحتشاء، وبنطلبه بعد تكرار الاحتشاء. يعني صار عنده ألم ممكن صار عنده احتشاء جديد. كمان يبدا بالارتفاع بعد 4-6 ساعات، يبلغ الذروه بعد 18 ساعه نفس التروبونين، ويعود على التدريب. ما بينكم الميوغلوبين اسرع الخمائر القليله الارتفاع على السريع، هذول الثلاثه بعد 4-6 ساعات بيطلعوا. وهبروتين مخفض الوزن الجزيئي يوجد بالسيتوبلازما الخليه العضله القلبيه، يبدا بالارتفاع بعد 1-2 ساعتين، ويبلغ الذروه بعد 10 ساعات، ويعود للمستوى القاعدي بعد يوم. فرع عن كل هذول الصراحه موجود وغير نوعي. تاتي اهميته باستبعاد الاصابه القلبيه، حيث ان سلبيته بعد ساعتين من بدايه الالم ينفي وجود اصابه قلبيه، اكيد لانه هو سريع جدا. لكن غير موجود. على كده لازم نحطه في الجاي الادوار. اذا في عندنا نحن في عندنا المخبريات ضروريه جدا، في عندنا السي كي ام بي، وفي عندنا تروبونين، في عندنا الميوغلوبين، في عندنا ال دي ال والاس والاس والاسات والادي اس، هذول كلهم بيهمونا كثير، ما هو نوعيات. اذا السي كي ام بي اهميته ضربته بتهمنا امتى؟ بعد 18 ساعه، يبدا بعد 4 ساعات ويغيب بعد يوم. سي كي ام بي لم يعد يستعمل كثيرا الا في حال تكرار الالم بعد الاحتشاء. طيب التروبونين، في عندنا تروبونين اي، تروبونين تي، وتروبونين هاي سنسيتيفيتي، ما بيهمنا بيهمنا تروبونين تي. تي يبدا بالظهور بعد 4-6 ساعات، الذروه بعد اسبوعين 18 ساعه، الغيب يعود لمستواها القاعدي بعد اسبوعين. ماشي.
مثل ما حكى صديقنا انه كل ما كان الكميته عاليه كما كان يصير العضله القلبيه اكبر. شو كمان؟ ما بين الميوغلوبين يبدا بعد 1-2 ساعه بغيب بعد يوم. وهو سريع جدا له دور اذا كان طلبته انا في عندي اصابه ولا لا. طيب تخطيط القلب الكهربائي اخذنا بتشخيص تخطيط القلب الكهربائي ونفينا الاسئله الثانيه. ممكن نطلب سي تي لكن غير نووي. مالتي سلايز نووي. وعلي مرة رئيسي كله ما بيهم هذول. اختبار الجهد الكلية. هذا كله مطلوب منكم. لا لا مو مطلوب. ما مطلوب. هاي أنا خلصت الاكتشاف. أنا خلصت اكتشاف العضلة القلبية بالألم والتخاطي والتشخيص التقليدي والعوامل مدير الحياة والتحاليل. خلصت الاكتشاف. هل نعمل مقاربة؟ نعمل مقاربة مريضة. أنا ممكن يجيك أنت مريض تخطيط اكتشاف، ممكن يجيك مريض يعني ممكن قصة مرضية، ممكن نظري. خلينا نشوف القصة المرضية. مريض عنده ألم صدري بعد نص ساعة ربع ساعة بخلص. مريض عنده ألم صدري ضاغط حار طاعم متوضع خلف القص، عدم ارتياح خلف القص، راجعك المشفى في الساعة الفلانية. ايش رح نسوي بهذا المريض؟ خلينا نشوف. في عندي قبل ما بقول تخطيط، في عندي ألم أنت بالمشفى وألم في البيت. خلينا ناخذ واحدة واحدة. قصة ألم أو عدم ارتياح صدري خارج المشفى، أمي، أبوك، أخوك، أخوك. بنشوف هالمريض عم ياخذ موسع وتكليلي، عم ياخذ نترو، ايه عم ياخذ نعطيه حبه ثانيه. تمام؟ نعطيه حبه ثانيه 400 كيلو جرام. طيب مرتاح او ازداد الالم بعد خمس دقائق بعد خمس دقائق لسه الالم موجود من تناول النترو؟ اي نعم موجود، لا ما غير موجود، المريض له خناق صدر مستمر. يعني مريض عم ياخذ نترو، جاء الم صدري، بعطيه حبه تحت لسانه، بعد خمس دقائق ارتاح هذا خناق صدر مش مستمر. يعني العصيده مو حره لا رسمي متابعه معنا زميل بتاعنا. طيب نفس المريض مرتاح، بتصل بالاسعاف او بتصل لاخصائي الكارديولوجي. بعطي لمريض اسبرين انا في البيت، بحمله مثلا اسبرين او اي شيء بتصل اخصائي القلبية. خلص اخصائي القلبية، انت في المسجد ايش بدك تساوي؟ اول شيء 12 تخطيط مثل ما حكينا، 12 مسرى بنساوي تخطيط، وين 12 مسرى؟ كم مسرى عم يعني؟ 6 صدريات 3 وثلاثة محصلة. إذا أنا لازم أساوي تخطيط 12 مسرة السون يعني مباشرة قدر الإمكان بال فيرست ميديسين كونتاكت فريق المختص الطبي مع الحكي هذا، لازم خلال 10 دقائق أنا أساوي تخطيط. لازم أشخص مباشرة، ولازم أنا أساوي تخطيط إضافية سبعة لاثنين تسعة، ولازم أسوي مسار اليمنى، ولازم أسوي سحب دم. إذا بالتخطيط إيش مطلوب عندك بسلسلة التخطيط؟ 12 مسرة، أشخص مساري خلفية مساري يمنى، وأسحب غازات الدم، أسحب تحت الدم. طيب هلا هون بعلوم بالموت. انا عندي خلصنا من خناق الصدر المستقر، خناق الصدر المستقر ايش كان؟ حبه تحت اللسان ارتاح. خلينا نشوف غير مستقر والاسيس. الاسيس غير مستقر، الستيم ستيم. طيب الم صدري في عندك ار سي اس متلازمه كليه حاده، سوينا تخطيط ارتفاع اس تي مستمر، يعني اس تي واضحه بتقلع العين، هذا اس تي الفيشن احتشام. ايش بدنا نساوي له؟ بدنا نساوي له حكي كثير. طيب
لا، في عندي شذوذات بالقطعة تي و اس تي، يعني في عندي زحوم مع الخلاف، لكن في ألم. في عندي ألم لكن في عندي الزحول بالتي والاس تي. ايش بساوي؟ بساوي تروبونين. اذا كان تروبونين طبيعي هذا عن ستيبل انجينا. اذا كان تروبونين ارتفاع او انخفاض، خلينا نحكي عليه ارتفاع او انخفاض تروبونين، هذا شو؟ ان اس بي انفيشن ام ار صار عملي. إذا في عندي ألم مع متلازمة كلية حادة، يعني ألم مع خنفضة غير مستقر، وأحشية عضلة قلبية ستيم إليفيشن ماري وستيم إليفيشن ماري. ماشي؟ إذا كان عندي ارتفاع ستيم بشكل مستمر، هذا أحشية. خلينا نحكي عن القرف. طيب إذا كان في عندي زحول ستيم أو انقلاب ستيم، يعني شو اسمه؟ شذوذات. أنا ما بعرف هذا عجب احتشاء عابر للجدار ولا خناص ضرب غير مستقر، بس هو تروبونين. إذا كان تروبونين سلبي هذا خناص ضرب غير مستقر، إذا كان تروبونين إيجابي هذا احتشاء عابر للجدار، يعني احتشاء إن اس تي ريفيشن مايت بعمله معاملة هذا، لكن هذا الأن ستيبل معاملته غير هذولي. طيب إيش الحكي؟ ارتفاع وانخفاض تروبونين. انا اذا جاني مريض على الاسعاف او بالعنايه طلبت له اس تي، طلبت له تحت تطلع عندي اس تي مرتفع او ما مرتفع او بشكل انه ان اس تي ليفيشن مايت، بطلب تروبونين. التروبونين احنا بنطلب ثلاث مراحل. طلبنا اول تروبونين بدي اخذ جدل الارقام، الطبيعي هو 0.1 هذا الرقم، يعني كوانتيتي كوانتيتي الكميه يعني حتى المية، يعني 0.100 هيك بنكتبوا نحن. طيب حسب المخابر، حسب البلاكات في المخابر، حسب الأجهزة. طلب التحليل، أنا طلب التحليل يا سيدي الكريم جاك التروبونين 10. إيش تعتبروا؟ 10 طولة 10، لكن عندي شذوذ في الاس تي، يعني اس تي زحول أو انقلاب، هذا خناص ضرب غير مستقر ولا اس تي ليفيشن مايت 10. هذا لسه ما يبين، بطلب تحليل ثاني، بطلب تحليل ثاني للتروبونين. اذا كان التروبونين بطلب تحليل بعد ساعتين. اذا انا مرتاح مريض لسه العصيده ما سكر الصبيان، اذا كان اس تي بطلب تحليل بعد ساعتين. اذا كان التحليل بعد ساعتين صار 15 هذا معناته اس تي ليفيشن مايت. طلب تحليل بعد ساعتين، إذا كان تحليل بعد ساعتين 5 هذا ان اس تي ليفيشن مايت، لكن طلب تحليل بعد ساعتين كان 10، بعد 4 ساعات كان 10، هذا ان اس تي ليفيشن مايت. إذا ارتفاع أو انخفاض بالاس تي، لكن إذا كان التروبونين آسف، إذا كان التروبونين ثابت ثابت هذا خلينا نقصد الارتفاع المستمر التروبونين بدل على إصابة إكليلية، بدل على عندي أذية أنزيمية، أذية إكليلية حادة في عندي، والانخفاض ما بين دوز عالي ودوز منخفض هذا بدل في عندي إصابة كانت عالية بلشت شوي شوي تقل، لكن الاستمرار في الارتفاع لا يدل على إصابة إكليلية. مفهوم الفكرة؟ ما بنساها. إذا أنا كيف أميز بين هذول الثلاثة؟ بشوف الـ ST Elevation مايت ارتفاع مستمر، هذا هذا اس تي ليفيشن مايت احتشاء، احتشاء وسكرت الخطره كل الشريان. طيب الشغله الثانيه، في عندي انا انستابل وعن الان اس تي ليفيشن مايت، كيف بدي اميز بينهم؟ اثنيناتهم الم وصفي، بطلب تروبونين. اذا كان تروبونين نيجاتيف، اذا كان تروبونين ما طالب، هذا خلينا نقصد غير مستقر. اذا كان طالب لازم يكون، بس اطلب اكثر من اطلب اكثر من تالي. اذا كان تروبونين اول طالع واستمر في الارتفاع هذا ان اس تي ليفيشن مايت، اذا كان عالي وهو نازل هذا ان اس تي ليفيشن مايت، اذا كان عندي تروبونين بشكل ثابت هذا ارجو محمد مسار. هذا نفس الحكي بالانجليزي، هذا نفس الحكي، نفس الحكي عم بيطلب. طب نجي شوي على نجي على العلاج، عم نلفلف محاضرة.
العلاج، شوفوا العلاج لما بنحكي العلاج. تفضل كده العلاج. وين اطلع؟ لا دائما في السباق ده. محمد؟ محمد يلا هيا اسمع زميلنا محمد شو عم بيحكي. اجاني المريض اول شيء حددت انه ما عندي خناق غير مستقر. خناق غير مستقر عندي هون احتمالات، اما استيم اما ان استيم اما عندي صار هون احتشاء خناق غير مستقر. فاجاني المريض اتصل على الاسعاف خلال 10 دقائق بدي اسوي تخطيط اخذ تروبونين وبدي اشخص الحاله. نعم طلع عندي ارتفاع اس تي. مجرد ارتفاع اس تي انا موجود بمركز انا موجود بمركز المركز فيه قسطره مباشر راح اعمل للمريض قسطره وادخل عليها اقل من 60 دقيقه بدخل على المريض بقسطره والمريض هون عالجته امور تمام تمام في حال المركز ما فيه قسطره هون انا عندي احتمالين بحسن اوصل المريض للمركز يلي فيه قسطره باقل من 120 اقل من 90 120 اقل من 120 دقيقه باخذ المريض بدون ما اعمل اي اجراء باخذ المريض نعمل له قسطره مباشره في حال كان انا المركز يلي فيه قسطره ابعد رح ياخذ معي وقت اكثر من 120 دقيقه هون بهالحاله بدي اعطي للمريض حال خطره بعد حال خطره تمام طبعا كنا نفكر لما تصير جرحه حتى محمد كان موجود طبعا خلينا نحكي اكثر مريض اجاك بالم صدري عم بشكي من الم صدري يا اما يتصل بالاسعاف يا اما يجيك على المشفى مجرد وصول المريض الى المشفى حطينا نقطه صفر نقطه صفر انت هو انا كنا مناوبين وصل المشفى الساعه 11 هذا نقطه صفر بدايه المعركه 11:15 11:30 11:50 دقيقه بين 12 وحده كله زمن محسوب عليك وعلي اذا مجرد وصول المريض للمشفى هذه النقطه صفر ايش راح نسوي فيها 10 دقائق نخطط وساحب ونشخص شو رايك؟ نخطط ونشخص ب 10 دقائق سحبت الدم وشخصنا اس تي مرتفعه شخصنا هذا اشعاع عضله قلبيه اس تي ليفيشن معاي نسينا الاستيم والخناقات هذا لك مقاربه ثانيه انا ب 10 دقائق شخصت ارتفاع اس تي اشعاع عضله قلبيه إذا مريضنا وصل للمركز أنا كنت بنوب بمركز قسطرة قلبية في الباب في مشفى دواء في مشفى الشفاء في إدلب كم مشفى عنا بزملائنا كنت بمركز القسطرة القلبية خلص مباشرة بجيب المريضة بفتح الشريان المصاب بقسطرة اسمها برايمري بي سي آي قسطرة أولية أو إسعافية أو تداخلية خلال ساعة أنا لازم فتح الشريان. بنسأل كثير عن هذا الموضوع. طيب أنا كنت مناوب بمشفى مارع، مركزي ما فيه قسطرة، مشفى مارع هون جنبي. عندي خيارين، مو عندي خيارين، في عندي أولويتين. إذا كان أقرب مركز قسطرة بيبعد عني أقل من ساعتين، يعني أنا خلال ساعتين لازم أوصل مريضي للقسطرة. ساعتين ودقيقة ما برضى فيها. طبعا هنا يكون مشكل غرفة واتس وحكي مع اخصائي القلبية ترى انا اعطيته 1 2 3 ومشخصت لك دواء تحليل مشخصت لك هذا الاشياء وصل عندي الساعة 11 نقطة صفر خلال ساعتين بوصل لمركز قسطرة اي معلش ساعتين دقيقة لا وقال له جايك المريض وبسيارة اسعاف ونحن مجهزين لك كل شيء خلال اقل من 90 دقيقة لازم بيفهم قسطرة كمان اسمها القسطرة هاي برايمري بدقية بي سي اي بي سي اي برايمري طيب اذا كان مركز القسطرة بعيد انا كنت باخر ملك الله كنت وين بجرابلس كنت بجرابلس واقرب مركز قسطرة في ادلب بدي 3 ساعات اوصل الا ما في بحط المريض في العناية بعطيه حال خطرة
طبعا كل سنه بيصير سؤال بهدول. يعني السنه السادسه جبت لهم انا هاي اللي راح هاي. طبعا سوا اذا عندي انا مركزي فيه خلال 10 دقائق انا مشخص ومخلص مركزي فيه قصره بدخل خلال ساعه بفتح الشبيه. مركز ما فيه قصره بشوف اقرب مركز قصره. اقرب مركز قصره اقل من ساعتين 120 دقيقه ببعته وبجهز كل شيء. لا شفته بعيد بعطيه حال خسر بحرك العين. اكيد في سؤال على السلايد هذا. طيب دكتور المريض بس يتاخر كثير لوصل لعندي او ما اجى لعندي. نعم. في مريض اجتنا هيك حاله راح في مريض متوقع السؤال متوقع الصبح وكذا البيت يومين انا بدي اطرح بعد يومين. تمام انا بدي اطرح سؤال انا بدي اطرح سؤال. عم بقول لك المريض جاك بألم صدري. طيب ممكن الألم الصدري هذا المريض وصل المشفى وصلك ساعة 11 بالليل. ممكن الألم هذا عنده من 3 ساعات. ممكن من 7 أيام. مو هيك؟ هدول هذا الوقت كيف تحسبه؟ المريض لا يأتي للمشفى إلا لما يسكر الشريان. يكون هنيك الشريان شوي مسكر بيفتح، شوي مسكر بيفتح، لحظة إنه سكر الشريان بطل يتحمل الألم، أنا أحكي شو صار. فأنت ممكن خلال 7 أيام شريانك هسه الشريان إذا كان النفوذية 1% يعني فرضا 100% الشريان عم يدخل ده. إذا سكر 99% 1% المريض ساعد ماشي حاله عليها. لكن اللحظة اللي بسكر كامل الشريان هي اللحظة بتجبر المريض غصب عنه يجي على المشفى. متوقع إنه راح أسألني السؤال هذا. طيب أنا ليش كي أحكي هذا 120 دقيقة؟ لأن عضلة القلبية عضلة حساسة. أنا يا جماعة لحد مريضي بساعتين خربت الدنيا. هون بحسب من هالاشياء يعني انا بسال سؤال ابعد مشفى في المحيط شاد ربع ساعه توخر في عيونك. طيب دكتور هلا ايه هون 40 دقيقه طبعا انا راح اطبق حال حتى رانك عليه بالنسبه لكن هي 40 دقيقه مش يعني انا بدي ادخل عيني 40 دقيقه بطبق حال صح 40 ل 60 دقيقه تفضل. طيب طبعا انا كل مريض اللي المريض اللي اخذته على القسطره وفتحت له الشريان بشبكتين ثلاثه شو اسم القسطره هاي؟ برايمري بي سي اي ما مطلوب منك. طيب مريض طبقت له انا حال خثره طبقت حال خثره ما فتح الشريان تحوله على القسطره. مريض كانت مركز القسطره بعيد بعطيه حال خثره والشريان مسكره حولته على القسطره. شو اسم القسطره بتفتح الشريان هاي؟ ريسكيو اسعافيه ريسكيو. طيب مريض طبقت له حال خثره ومشي الحال بعدين سويت له قسطره بعد يومين ثلاثه شو اسم القسطره هاي؟ روتين. ثلاث انواع القسطره. قسطره روتينيه انا طبقت حال خسره ماشي حال مريضه لازم كل تطبيق حال خسره بده قسطره. حال خسره لا يبني على القسطره راح يفتح الشريان حال خسره لا مش يفتح الشريان 1 2 3 10 50 سقف. كل تطبيق حال خسره بده قسطره بعدها قسطره بعد تطبيق حال خسره مريضك مرتاح اسمها روتينيه. قسطره بعد تطبيق حال خسرة مريضك ما فتح شريانه هاي إسعافية بس كيو. قسطرة بدون ما تطبق حال خسرة برايمري بي سي اي. طيب شو معنات مريضك ارتاح على حال الخسرة؟ أنا قسطرة حطيت شبكة وسعت ما يشغلني أنا بعطي حال خسرة بعطي أدوية مضادة تخثر تفتح الشريان. إيش معنات مريض استجاب على حال الخطرة؟ شغلتي حدث تغيرات خسرة حديثة يعني واحد عنده جلطة ثلاثة ارتفاع ستي ماشي مركز القسطرة بعيد يلا بعطيه حال خسرة أعطيته حال خسرة. كيف تعرف إنه مريضك استجاب على حال الخسرة؟ زوال الألم ألم وراء تراجع تخطيطية تراجع الستي عندي شغلتين هنا أفضل مذاكرة فايدة زوال الألم
وتراجع السي، تراجع السي حتى النص. قديش حتى النص؟ عندك ارتفاع السي 10 مربعات صغار، اذا رجعت 5 مربعات صغار والدك استجاب على حال الخطرة، يعني استفاد. اذا تراجع السي حتى النصف وزوال القلب ما بنساع. روتين بي سي اي شو هي؟ روتين مريضك تستجيب نوعا ما. اما رسكيو مريض ما استجاب حال خسر. اما البرايمري مباشر بدون خلينا ناخذ علاج الدوائي. اذا لازم تكون مريضك بالعنايه تعطيه اكسجين، الاكسجين صار يعتبر دواء وليس انه مجرد دواء. تعطيه مورفين، تعطيه اضيف مضادات اكتساب الصفيحات، اسبرين، مركبات الفينوبيريدين او مثبطات الليبوبروتين 2 بي 3 اي، هذول راح نحفظهم بصل جايتكم. علاج مضاد للتخدر، علاج مضادات الخنار، مضادات الانسدين، صابات الكوليسترول. يلا بلشنا، راح احكي شيء سريع. النيتروجليسرين موسع شرياني كثير، يخفف الحمل البعد القبلي والبعد، يعطى لتخفيف الخناق حبه تحت الساق او تسريب وريدي. جرعه التسريب 10 20 ميكرو جرام على الدقيقه. نسال اسئله هون بالادويه. الشكل الوريدي يعطى في حال الم صدري، اعراض قصور قلب، وجود ارتفاع ضغط شرياني. يجب الانتباه لعدم تطبيق حال تطبيق النيتروجليسرين في حال تناول مثبطات بي دي اي 5 مثل ادويه البياجرا. مثل البياجرا، البياجرا لانه موسع بزيد الصداع وزيد الطين بلوي. الاسبرين، اذا اول شيء ايش تعطي لمريضك؟ عنايه مركزه اكسجين. بعدين نيتروجليسرين، بعدين اسبرين، جرعه تحميل. بال 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 مثل اسمك تحفظها بصمة 325 ملي جرام، ويفضل تكون جرعة الوقائية الثانوية 162. في كل الدراسات خفض الأسبرين نسبة وفية الاكتشاف والغير قاتل بعد 50%. الفائدة كبير. يبدأ تأثير الأسبرين بعد ربع ساعة، وتطبيق الأسبرين للسيكل أكسجيناز غير عكوز وتأثيرات المضادة للصفيحات الطبيعية. المهم هي جرعة التحميل. مركبات الفينوبيريدين تعمل على تطبيق تجمع الصفيحات على تطبيق الـ ADP. تستخدم بجرعة الصيانة لمدة 12 شهر. هذا بنحكي عليه. في عنا مجموعة كثيرة من الأدوية. في حاليا نحن بجينا عليا عنا آخر دواء كلوبيدو جريل، جرعة تحميل 300 إلى 600، هذا كثير شائع. لكن هلا عم بجينا برازو جريل، برازو جريل جرعة تحميل 60 ملي جرام. في عنا تاك تيجرا كلول دواء جديد كمان هذا. لا كلوبي ما شفته صراحة. جرعة تحميل 180، لكن هذول نحفظهم. شوفوا على الكلام، تستخدم بجرعة صيانة 12 شهر. حط طبيب فوسي، حط طبيب بدك نحكي عليه بعد شوي. هاي مادة مليانة أجريستر، هاي العناية. هبارين لازم أعطيك لكسان. هبارين هاي الوزن جزيع ومخفض الوزن جزيع، بس هيك. بس أنا بدي هبارين. إذا إيش بدي هالميديكال ثيرابي؟ أسبرين خافض الشحوم، أسف مضاد اكتساب الصفيحات. في عندك كلوبيدو جريل، برازو جريل، كلابدو جريل. قديش جرعة الصيانة للأسبرين؟ جرعة التحميل 300 إلى 325. قديش جرعة التحميل للبي 1 بي 2 بي 2 واي 12 يعني مضاد 300 بعدين نعطي هيبتارين، بعدين نعطي بيتا بلوكر، اس ارس، ستاتينات. لازم نعطي ستاتينات خافض شحوم. طب بيتا بلوكر عندك شو اسم الأدوية؟ كثيرة. في عندك ميتابرولول، ديزيلول، ايش بدك؟ أدوية كثيرة.
يجب إضافتها فورياً. حكينا عليه موضوع الضغط، مضادات الاستطابات الرمي وهبوط ضغط وسكر الحاد، حصر الكلس، حصر الإيس والستاتينات. حصرت لك مستخدم بيتا 2؟ إيش بدك؟ لازم أسوي بروفايل شحوم، أشوف الشحوم السلبية والضارة، وأعطي خافض شحوم الستاتينات. بعدين ممكن أدخل بقسطرة، ممكن أدخل بقسطرة، يعني لازم نسوي قسطرة باكرة. خلينا ناخذ شوية عن قسطرة كم كلمة. يستطاب إجراء القسطرة الإسعافية خلال ساعتين من القبول، لاحظتوا الكلام؟ تستطب القسطرة الباكرة خلال 24 ساعة من القبول عند المرضى الذين لديهم أي معيار خطورة عالي بدني. هقول لك صف كلاس 1، يعني مريض عنده انستيبل وعنده انستيم لازم يسوي قسطرة اذا كان عنده خطورة عالية. تستطب اجراء القسطرة خلال 72 ساعة من القبول عند المرضى الذي يقدم اي عامل خطورة عالي ثانوي. صف كلاس 2 شغل هو لحالكم. هاي القسطرة. تعليق اخير، هذا مو مطلوب كمان. عم بلاحظ هاي القسطرة في شيء عندي ألم تيبيكال أنجينا، تيبيكال أنجينا ونون أنجينا تروي. طبعا السلايد مو مطلوب، هذا السلايد أنا بحطه في المشافي قدامنا هيك، بس أنا حطيته مشان أوضح لكم إنه لو بيجينا ألم صدري ونموذجي إيش قد بنسوي اختبار جهد. كل الأزرق اختبار جهد. بيجينا ألم صدري خلنا نعطي وصفي ما في ارتفاع اسفي، كل الأزرق اختبار جهد وكل الأحمر قسطرة. لكن هلا عندنا بالعكس، كل الأحمر كل الأزرق هو قسطرة، لأنه مكسبة مادية مربحة مادية. هذا غلط، لازم نسوي معايير اختبار جهد رقم واحد. إذا ما في ارتفاع ولا خناق ألم صدري خناق، نحن هلا بنركض وين؟ هون على الرقم هذا. لك ليش يا أخي؟ سوي اختبار جهد، ما تكلف مريضك، في اختبار جهد كلياته 200 ليرة تكفي، بينما القسطرة 250 300 دولار. ممكن ما بيفتح مريضك بالقسطرة شريانه، بنسوي عليه قلب مفتوح اسمه كابيج. لازم نوقف التدخين ونتابع الضغط وناخذ هذه بشكل مستمر، نسوي رياضة، نخفف محيط الخصر بي ام اي، ولازم نخفض نسبة الشحوم الضارة تحت السبب. طيب طبعا هذا السؤال كان الأخير، بس في عندي شغلة واحدة. تطبيق حال الخسارة، إيش هو حال الخسارة؟ ستريبتوكينيز. في عنا أدوية كثيرة، نحن بنستعمل ستريبتو، التي بلاس، تيكينو بلاس. اخر دواء هو احدث دواء بولس، بيعطوه دفء شوائي بيفتح الشريان مباشره، يعاد القسطره. انا لازم اعرف شوي عن ستريبتوكينز حال الخطره. ايش هي مضادات استطباب تطبيق حال الخطره؟ اكتشاف ايمن. واحد بيفتح نت شباب افتحوا نت، ما في موبايل عندكم؟ في بس عم بصور. افتح الموبايل خير، خليه شغال. عم بصور فيه، في نت. افتح موبايل. اعطيني شوي، انا كنت بدي اقول ما هي مضادات هذا المكتب هيك؟ مضادات استطباب حال الخطر. انا بعطي دواء ستريبتوكينز حال خطر. في شيء اسمه مضاد استطباب مطلق وفي شيء اسمه مضاد استطباب نسبي. مضادات الاستطباب المطلقة إذا كان المريض عنده نزف فعال هو أصلا بديد النزف. إذا عمل جراحي كبير خلال أسبوعين، فتح بطن مثلا استئصال كبد طحال خلال أسبوعين، مضاد استطباب مطلق. تطبيق السيرتوسينات خلال 3 أشهر الماضية، مضاد استطباب مطلق. نزف دماغي حديد خلال 6 أشهر، مضاد استطباب مطلق. احتشاء دماغي حديد خلال 6 أشهر أو أقل، كمان رضع على الرأس خلال 3 أشهر، الشك بتسلخ أظهر، إقفار خلال 3 أشهر، نقص تربية دماغ خلال 3 أشهر،
تشوهات وريدية شريانية أكيد، أورام في المخ وانصداد تأموري وصمة إنتانية، هاي مضادات صداد مطلقة تحفظوها مثل السنتور. أما النسبية استخدام مضاد تخفي حالي مثل الفاريد، ننطر عليه شوي نعطيك جسر غربارين نظبط الوضوع. العمليات خلال 3 أشهر، خلال شهر 3 أشهر، هني كان خلال أسبوعين. إنعاش قلبي رئوي مطول، يعني مريض وقف قلبه سويت له سي بي آر أكثر من نص ساعة، أقل من 20 دقيقة، مضاد استفاض نسبي، لكن ما هو شرط. حمل نسبي، اعتلال الشبكية وقاع حمعية وارتفاع الضغط فوق 180، مضاد استفاض نسبي. دائما نسأله من الحكي حاله خطر. في عندي لازم شغلة ثانية حكيم في الاختلاطات. اختلاطات اي اي صفحة قبل الإعلان. اي اختلاطات تطور اكتشافية أمراض. نعم اختلاطات في آخر صفحة بالفصل هي معالجة الاختلاطات كما نحن فيها هي أمراض اختلاطات. كمان نسأل سيلة على الأسئلة كثير عليه، هو شوي نظر يا فعلا قفزت من ربي. قبل ما بلش الاختلاطات أحشياء، أنا مريض طبقت له مريض عنده اختشاع، طبقت حال خسرة وسعت شريان، سويت عملية قلب مفتوح، حطيت 3-4 شبكات اللي بدكم إياه. الشهير أدوية تعطيها بأدوية الصيانة، أدوية دائمة. أسبرين. أسبرين. كلوبيدو جرين. ستاتين. هذول الثلاث ادويه صيانه مو ادويه اسعافيه، ادويه اسعافيه انها الهبارين والجلكسان والاكسجين وعصر بيتا والايس واربس واستاتين، هذول كلها. لكن شيء اسمه ادويه الصيانه بعد ما خرجته على البيت، اسبرين، كلوبيد، مضاد استاتينات، هذول الثلاثه. اسبرين استاتين طول العمر ما بنسى. اسبرين استاتين، استاتين يعني خافض شحوم، ادورفا استاتين، روزوفا ستاتين، أسبرين أسبرين مغصة صحيحة، كلوبيدو جري مثبطة البي 1-12 سنة واحدة بنعطي كلوبيدو جري أو تازر جري. لكن أسبرين وأتورفا ستاتين طول العمر، كلوبيدو جري سنة. ما بنسى هذا السؤال نسأله كمان. يعني احيانا بقولوا يعني لازم ممكن نستعمله كلوبيدو جري 3 سنوات، لكن انتم لا تكون سليم. طيب اختلاطات اخر كم كلمه، ما يبقى عنده احتشاء، اختلاطات باكره يعني هو عم يحتشي اكيد عنده اضطراب نظر، وعلى راسها رجفانين بطينيه، احتشاء بطيني، خوارج ارتباط، يا ما بنشوف نحن عم نطبق هذا الفصل اصلا. شوفوا عنا هون اضطرابات التوصيل وعرق. ليش التوصيل؟ ان الافضل جايبين الاذنيه تتغطى من الشريانين، فاذا كان احتشاف الشريان صار عندي حصارات وعلى راسها حصار بطء قلب جنبي حصار درجه اولى. او في بلاك حصار اذيني بطيني حصار اذيني بطيني هذا كما حكينا. قصور قلب ممكن يكون بدئي، ممكن يكون ثانوي. بدئي طبعا هذا بدئي يكون صاعد ناجم عن التحطم والتنخر في العضله القلبيه، من اسوء قصورات القلب اللي بنشوفها. او ثانوي ناجم عن اضطرابات النظام بشكل عام او حصارات. قصور قلب ممكن يكون ايسر وايمن، صدمه قلبيه، ممكن يكون عندنا انخفاض في الضغط، ممكن تنبيه يكون عن طرق مشاركة الشيء البطيني، تمزق في الجدار الحر، تمزق الحجاب بين البطينين، قصور ترجيح عالي. خلينا بس احكي اختلاطات الميكانيكية. اختلاطات الميكانيكية 3، تمزق الجدار الحر وتمزق الحجاب وقصور ترجيح عالي. توضح انا بس تمزق الحجاب قصور ترجيح عالي. انت مريض صار معه شيء عضله قلبيه حاد، بلحظات صار معه وهد دوران، ضغطه نزل كثير، تعرق، غاب عن الوعي، حطيت السماعه سمعت نفخه،
نفخة انقباضية شاملة للانقباض. تشخيصك التقليدي؟ في اس دي. تمسك الحجاب بين البطينين، حجاب بين البطينين الراس، عندي فتحة بين البطينين. نفخة شاملة للانقباض. في اس دي. ايش منشأها؟ ميكانيكي. ايش السبب؟ اشياء مزق الجدار البشري. طيب مريض، شوف عم بطبق حالة مرضية على ايش؟ اختلاط عشان ما تنساها. مريض عنده اشياء عضلة قلبية حاد، فجأة حطيت السماعة سمعت نفخة انبساطية، نفخة انقباضية متوضعة في قمة القلب، قصور تاجي حاد. لما بيكون في عندي احتشاء عضلات الحليمية للصمام التجريح، ناخذها بعد المحاضرات القادمة، تتمزق فالصمام التاجي بيزحل، يصير عنده قصور بيسرع. ما بنساها. التهاب تامور حاد، خطرة أحيانا بنشوفها بنسبة 40%، التهاب وريدي خطري فرمة رئوية. أما الخلطات المتأخرة قصور قلب واضطرابات في المدن متلازمة كريسلر، يظهر عادة في نهاية الشهر الأول وحتى الشهر الثالث، ربما السبب مناعي، حالة مجهولة. تراجع في الحالة العامة، ترفع حروري وألم مفصلي والتهاب دامي رباعي. بعطيكم إياها دكتور عيسى، دكتور شو اسمه؟ نادر. تدبير حكينا عليه. اهلا وسهلا بكم. شو؟